بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. خلاص النهاردة بإذن الله هيصدى الستار عن أهم حدث عالمي للأندية على مستوى العالم، الحدث العالمي وهو كأس العالم للأندية، الحدث الكبير اللي ضم الأندية الأكبر والأعظم في العالم عن كل قارة. 6 أندية، منهم 5 أندية هما الأقوى في جميع القارات. الحدث اللي شارك فيه نادينا العظيم النادي الأهلي، بصراحة إحنا كأهلاوية بغض النظر عن نتيجة ماتش النهاردة فخورين جدا بفرقتنا، فخورين جدا إن إحنا كنا في هذا المحفل العالمي، المحفل الأكبر للأندية في العالم. وزي ما حضراتكم عارفين المحفل ده مش أول مرة إحنا نخش، دي سادس مرة النادي الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية، وفي ناس تانية بتبص لنا وبتنتقدنا وهم نفسهم يروحوا ولو مرة، بيتفرجوا علينا بس نفسهم يروحوا مرة، لأن النادي الأهلي عودهم وعودنا دايما إنه بيلعب مع الكبار. العالم كله بيتكلم عن النادي الأهلي، إن النادي الأهلي كمان شرف القارة الأفريقية. هتقول لي أنت بتتكلم عن عايزين نتكلم عن الماتش اللي فات وأنت لا، النادي الأهلي مجرد تواجده في كأس العالم للأندية شرف للقارة الأفريقية وشرف للعرب وشرف للمصريين. انت هتلاقي تصريحات من نجوم كبار جدا، نجوم عالمية زي نجوم البايرن الماتش اللي فات، هتلاقي إشادات كتير جدا من صحف ومواقع عالمية ولعيبة عالميين، هتلاقي تصريحات من مدربين سابقين عرب وعالميين. الكل بيقولك ان النادي الأهلي في حتة تانية خالص، النادي الأهلي ظهر بشكل مشرف. احنا طبعا نفسنا وحلمنا، والحلم خلي بالكم الحلم احيانا بيبقى عن واقع. يعني ايه عن واقع؟ يعني انت في الحدث وبتحلم بان انت تاخد البرونزيه، ده حلم، بس ده حلم واقعي، حلم نستحقه، حلم على قد امكانياتنا. انما في ناس ثانيه بتحلم وتصحى على كابوس، وكابوس ايه؟ من اللي قلبك يحبه. المهم النهارده طموح الاهلاويه كلهم ان شاء الله الفوز يتحقق، الفوز يتحقق وناخد الميدالية البرونزية. ولحضراتكم دي الميدالية البرونزية بتاعة كأس العالم 2006. بإذن الله إن شاء الله النادي الأهلي بإذن الله النهاردة يحقق الميدالية دي. دي ميدالية المركز الثالث سنة 2006 اللي جابه جيل العمالقة كالعادة، كعادة لعيبة النادي الأهلي. الغريبة بقى ان في الوقت ان العالم كله بيشيد بالنادي الاهلي بتلاقي مثلا بعض الناس اللي هو مش هنقول مسيرتهم في الكرة فاشلة، انا ما احبش ان انا اغلط في حد، بس هقول ان هم يعني ما بيعرفوش حاجة في كرة القدم العالمية. والتحليل مش ان انا احلل عشان اضحك الناس، لا، ما ده مش تحليل. يعني الناس مثلا هتضحك عليك بس هتبقى عارفة ان انت على قدك قوي. الناس بتضحك على اللي انت بتقوله بس هي من جواها بتضحك عليك، وهيجي وقت بتضحك عليك، وهيجي الوقت اللي انت تعرف ان انت بالنسبة للنادي الاهلي قد كده، حجمك ما يزيدش عن كده. اللي بيتكلم عن كرة القدم العالمية وعمره ما شارك حتى في اي حدث عالمي ويطلع يتكلم عن النادي الاهلي وينتقد النادي الاهلي، وده انت اخرك تتفرج على النادي الاهلي في البطولات، ولازم تتفرج وانت واقف مش وانت قاعد كمان ولا وانت نايم. ده النادي الاهلي الكبير اللي انت ما تعرفش قيمته. انا ما بتكلمش على فرد معين، انا بتكلم على مجموعه ماسكه النادي الاهلي بتكلم. انا بصراحه ما كنتش احب ان انا اتكلم عليهم، بس كان لازم اديهم حته كده. يعني انا اللي هو اللي يستاهل اتكلم معاه واتكلم عليه، اللي ما يستاهلش احب اتجاهله، بس لازم اعرفه انت حجمك ايه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للكره اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي. انت بتتفرج على كاس عالم للانديه مشارك فيه النادي الاهلي. عارف يعني النادي الاهلي؟ النادي الاهلي كبير الكره المصريه، كبير الكره العربيه، كبير الكرة الأفريقية، اللي الناس كلها بتحترمه،
اللي الناس كلها بتقدره، اللي الناس كلها بتتكلم عليه كويس، مش عشان بقى انت واحد عايز يعمل لي ترند، واحد عايز يقطع في لعيبه. طب يا ريت انت كنت مكان اللعيبه دي، ورينا كنت هتقول ايه ولا كنت هتعمل ايه. في ناس يا جماعه زي ما قلت لكم عايشه على حلم، حلم ان تشوف فريقها في كاس العالم للانديه ولو مره واحده، يطلع بس يركب الطياره، وهم في الاخر بيتكلموا عن النادي الاهلي. فعلا هو ده اخركم، اخركم ان انت تتفرج على النادي الاهلي في التلفزيون. ده كويس ان النادي الاهلي سامح لك بكده. النادي الاهلي ان شاء الله النهارده هيلعب زي ما قلنا لحضراتكم على المركز الثالث والرابع في بطوله العالم للانديه. شرف كبير لكل الاهلاويه، وده خلي بالكم مش غريب عن النادي الاهلي. زي ما قلنا قبل كده النهارده سادس مره، او الدوره دي سادس مره النادي الاهلي يتاهل لكاس العالم للانديه، وده فخر كبير جدا. انا كاهلاوي وانتوا كاهلاويه لازم تبقوا فخورين بكده، لازم تبقوا فخورين من قبل نتيجه النهارده ما تحصل. اه عندنا الامل، عندنا الحلم، وان شاء الله يتحقق باذن الله. لاعبتنا وجهازنا الفني ان شاء الله يحققوا الكلام دوت باذن الله رب العالمين. نادي الاهلي بغض النظر بقى عن الماتشات حقق كتير جدا من المشاركه في هذا الحدث العالمي، اهمها انه اكتسب خبرات كبيره بعد ما شارك مع مدارس كرويه مختلفه. شفناه الماتش اللي فات مع اعظم انديه العالم واقوى انديه العالم البايرن، واثبت النادي الاهلي للجميع انه نادي كبير ويمتلك لاعبين على اعلى مستوى، ناقص حاجات بسيطه بس، وان شاء الله باذن الله نسير الكره العالميه. انا متاكد ان الكابتن محمود الخطيب والمنظومه اللي موجوده في النادي الفتره الجايه هتشتغل على الكلام ده، وهتعمل يعني زمان بقى ايامنا وايام اللي قبلنا واللي بعدنا بشويه كنا بنقابل مدارس كتير جدا في اوروبا. كانت فترات الاعداد كلها كانت بتبقى في اوروبا، كنا بنلاعب فرق على مستوى عالي شويه في فترات الاعداد، ما بتوصلش طبعا لحجم البايرن، ولكن ايه؟ بتشيل الرهبه من اللعيبه. بتشيل الرهبه من اللعيبه لما تلاعب فرق كرويه، مدارس كرويه مختلفه في اوروبا. هيبتدي الكلام ده ان شاء الله يحصل، هيبتدي النادي الاهلي يخش في دورات باذن الله مع الفرق ديت، وانا متاكد ان كابتن محمود الخطيب بيفكر مش من دلوقتي، لا من قبل كده. انت النهارده بتلعب على المركز الثالث والميداليه البرونزيه، وان شاء الله باذن الله لو ربنا كرمنا وخدناها هنحصد 2.5 مليون دولار، اي ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري. واذا لا قدر الله ما حققناش المركز الثالث وحققنا المركز الرابع النهارده هنحصل على جائزه ماليه قدرها 2 مليون دولار، يعني تقريبا 31-32 مليون جنيه مصري. المكسب ده اللي هو المادي مش هو ده المهم ومش هو ده الاهم، لكن الناحيه التسويقيه كمان اللي احنا شفناها من جرايد عالميه ومن نجوم عالميين وانديه كبيره جدا على مستوى العالم، هو ده المكسب، هو ده المكسب لما تلاقي الدنيا كلها بتتكلم عن النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي شرف الكرة الأفريقية وشرف الكرة العربية وشرف الكرة المصرية. بيتكلموا عن تاريخ النادي الأهلي، بيتكلموا عن بطولات النادي الأهلي، حتى لوجو النادي وصور الفريق موجودة في مختلف صور وصحف العالم. يعني البطولة كلها مكاسب مهما كانت نتيجة ماتش النهاردة. مش محتاج بقى واحد يكون على قده قوي، ويعني مش عايز أقول إن هو، بصوا مش عايز أتكلم على حد، يعني مش عايز أديله أكتر من حقه، أو مش عايز أدي للي بيتكلم اكتر من حق. هو مش واحد، هو مجموعه. انتوا فشلتوا في كل حاجه، فشلتوا في كل حاجه، حتى معظم التجارب اللي انتوا دخلتوا فيها. ما بتكلمش على حد معين، انا بتكلم على اللي بيتكلم دلوقتي وبينتقد النادي الاهلي، اللي بيتريق او بيسخر من اللعيبه والمدير الفني. هقول حاجه ليكوا، انتوا على قدكوا قوي، حجمكوا كبير، حجمكوا صغير قوي بالنسبه للاهلي، الاهلي الكبير قوي. تعالوا نشوف بقى الاهلي الكبير قوي والاهلي اللي هو في حته تانية يا فشله. رجعنا لكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وهنروح مباشره لفندق اقامه اللاعبين ونشوف مع زميلنا امير هشام ايه اخر الاجواء عنده هناك. مساء الخير يا امير.
تحياتي ليك يا كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص في هذه اللحظات بيتحرك فريق النادي الاهلي لاستاد المدينه التعليميه لتاديه مباراته الاخيره والاهم في بطوله كاس العالم للانديه، مباراته امام فريق بالميراس البرازيلي على المركز الثالث. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ويرجع للقاهره بالميداليه البرونزيه. لكن خليني سريعا وقبل التحرك اقول لك بعض الكواليس الهامه اللي بتتعلق بالفريق النهارده. اهم شيء كانت محاضرة مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، المحاضرة ابتدت في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت المونديال، وكان في كلام كتير جدا مهم عن شكل واستراتيجية النادي الأهلي في هذه المباراة، خصوصا ان من الوارد جدا هيكون في بعض التعديلات المهمة في الجانب الخططي تحديدا بالنسبة للمدير الفني، وده اللي تم التأكيد عليه بالنسبة للاعبين. وكانت المحاضرة للاعبين ككل بعد انتهاء هذه المحاضرة انفرد مستر بيتسو موسيماني بالخط الأمامي اللي هيشارك في مباراة اليوم، محاضرة خاصة ليهم هما تحديدا، واتكلم عن بعض التحركات وكيفية تأدية الواجبات الهجومية في مباراة اليوم أمام فريق بالميراس، وبالتحديد اتكلم مع أفشة أحد اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين في هذه المباراة. لكن في كل الأحوال إن شاء الله الفريق يكون يعني في يوم النهاردة، رغم طبعا صعوبة هذه المباراة ورغم قوة فريق بالميراس، وده أمر لازم نكون مأكدين عليه، لكن حظوظ النادي الأهلي موجودة في الفوز بالميداليه البرونزيه وفي اصرار كبير جدا عند اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق هذا الانجاز عشان نكرر انجاز 2006 باذن الله تعالى. الامور ماشيه بشكل جيد، الحاله المعنويه والنفسيه والذهنيه والبدنيه بالنسبه للاعبين جيده جدا. خليني اقول لك خلاص في هذه اللحظات يعني هنتحرك على الملعب، المباراه طبعا الساعه 6 بتوقيت المونديال، 5 بتوقيت القاهره، بعديها على طول مباراه البايرن في نهائي طبعا كاس العالم للانديه مع تجرس اونال، وهيتم ايضا متابعه هذه المباراه، بس ان شاء الله نتابعها واحنا فايزين بالميداليه البرونزيه. دي كانت اهم وابرز الكواليس قبل التحرك مباشره. كل التوفيق للنادي الاهلي كل المصريين. شكرا جزيلا للزميل العزيز امير هشام، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي لتحقيق الفوز في ماتش النهارده والحصول على الميداليه البرونزيه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وجالنا تشكيل النادي الاهلي، تشكيل النصر ان شاء الله. هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون، ايمن اشرف، قدامهم ثلاثه في نص الملعب اكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السوليه، وقدامهم اثنين محمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر، وراس الحربه قدام مهاجم صريح والتر بواليا. نقولها مره تانية، محمد الشناوي لحراس المرمى، على الطرفين محمد هاني وعلي معلول، في القلب بدر بنون وايمن اشرف، قدامهم ثلاثه حمدي فتحي واكرم توفيق وعمرو السوليه. الخط الوسط الامامي هيبقى محمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر ومهاجم صريح والتر بواليا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله دي تبقى تشكيله النصر باذن الله. نروح بقى للمؤتمر الصحفي بتاع مباراه اليوم ونشوف مستر موسيماني قال ايه عن مباراه اليوم. We are a big team. I mean, social media is there. Ask any team. Ask a coach of Bayern if he can ask the German the Bayern supporters which players must start. He'll have a different lineups. So it's normal, and we should accept. And yeah, you know, we doing what we do best, and our supporters, we love them. They have to say what they have to say. Of course, the supporters are important in the club. We can't play without supporters. You see, when they were here, the first match, how important it is for us. It's a 12th player. They give us energy. They gave us the power. And they were happy with the team. They were happy. We substitute. We bring other players. There was never a problem of, oh, why you take out this guy? You don't take out. So we take positives from what happened. Reality is what happened here. And what happened here?
was very, very positive. So we can't put any negative on this. We want to stay on positive side, fight for the game. We think we can win the match. We think we can get a medal out of this thing. And we are ready for that. طبعا زي ما حضراتكم عارفين النهارده بتقام مباراتين، مباراه المركز الثالث والرابع بين نادي الاهلي وبالميراس الساعه 5 على استاد المدينه التعليميه، وبعدين بيعقبها الساعه 8 ان شاء الله مباراه تيجريس اون المكسيكي مع البايرن ابطال اوروبا على استاد المدينه التعليميه ايضا. هنروح دلوقتي نشوف المؤتمر الصحفي للمباراه النهائيه ونشوف الاثنين المدربين قالوا ايه قبل المواجهه المرتقبه دي. Ich habe sie gesehen im Halbfinale und ich war sehr beeindruckt über die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Sie haben sehr intensives Spiel. Ihre Qualität über die Flügel ist enorm. Sie haben sehr gute Offensivleute, Offensivspieler mit dabei. Und ja, Salcedo in der Innenverteidigung kennen wir ja aus Deutschland schon. Also von daher ist eine Mannschaft. Ja, es wird ein spannendes Spiel und von uns alles auch abverlangt, um dieses Spiel auch für uns zu entscheiden. Wir müssen hellwach sein, weil, wie ich schon gesagt habe, die Mannschaft von Tigres ist im Spielaufbau sehr schnell, sehr zielstrebig, hat ja, in der Offensive über die Flügel sehr, sehr gute Angriffe, spielt sehr, sehr gute Angriffe und im Zentrum haben sie ja einfach auch Spieler, die Tore machen können und deswegen müssen wir von Anfang an wach sein, auf dem Spiel, im Spiel sein und ja, die Zweikämpfe auch angehen und dann natürlich versuchen, unsere Spielstärke ins Spiel zu bringen und wenn möglich natürlich unsere Chancen auch dieses Mal wirklich möglichst sehr, sehr effizient auch verwerten. Los brasileños hablaron ciertas cosas y nosotros salimos adelante. También eran favoritos y nosotros, o sea, nuestra mentalidad, nunca somos favoritos porque no nos sentimos más que nadie. Y el favoritismo para un equipo lo ponen ustedes, no lo ponen los jugadores, no lo ponen los entrenadores, lo pone la prensa, lo pone la gente, pero entre el medio futbolista nadie se siente más ni menos que nadie. Y nosotros así somos. Entonces se podrá decir muchas cosas, pero bueno, vamos a iniciar el partido, jugarlo y ya después platicamos. قبل ما نروح لفاصل ونستقبل ضيوفنا في صوره امبارح عجبتني قوي. صوره لمشجع اهلاوي ربنا نور بصيرته بحب النادي الاهلي. هي دي جماهير النادي الاهلي. والسيده الفاضله زوجته ولو انها ما بتعرفش في الكوره قوي ولكن هي كانها نور عينيه، هي اللي بتقول له، هي اللي بتنقل له، ولكن الراجل من قلبه حاسس ربنا منور بصيرته. اللقطه دي من غير يعني تساوي مليارات مليارات. هو ده جمهور النادي الاهلي. الراجل ده بيروح كل ماتشات النادي الاهلي هناك. الراجل ده بيبقى حاضر وشايف وحاسس بالنادي الاهلي. هو ده جمهور النادي الاهلي العظيم. وهو ده اللي هيفضل جمهور النادي الاهلي العظيم. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل كابتننا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن هاني رمزي، والكابتن عادل عبد الرحمن. ارجوكم انتظرونا. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. اهلا كابتن ايمن، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن شريف. كابتن علاء ميهوب منورنا. ربنا يخليك يا كابتن. هاني رمزي، اهلا وسهلا بيك. مرحبا بحضرتك، ازيك يا كابتن؟ كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك. كابتن ايمن، اهلا بيك كابتن، اهلا وسهلا. كانت معانا من هنا من شويه الميداليه بتاعت كاس العالم، راحت فين يا جماعه؟ طيب ما علينا، هنقول تشكيل النادي الاهلي تاني عشان حصل تغيير، لان وهما بيسخنوا علي معلول ما قدرش ان هو يعني يبدا المباراه، فهيبدا المباراه الشناوي ومحمد هاني وايمن اشرف هما اللي على الاطراف، وهيبقى بدر بنون وياسر ابراهيم هيخش في القلب. يبقى التغيير اللي ورا علي معلول هيخرج وايمن اشرف هو اللي هيلعب مكانه، وهاني الناحيه الثانيه وياسر هو اللي في القلب. كابتن شريف، محفل عالمي نهايته النهارده، وان شاء الله يكون ختامه مسك، ولكن كلنا فخورين بما قدمه النادي الاهلي في الدوره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا في فخر، طبعا احنا موجودين في كاس عالم الانديه، يوم جديد بتلعب بطل من ابطال قاره جديده. لعبنا قدام بايرن ميونخ، استفدنا وشفنا تلعب قدام مليار ونص يورو في الارض بتجري، يعني في فرق في الامكانيات، في فرق في كل حاجه. انما اولادنا الحمد لله يعني على قد الامكانيات اللي عندهم، ووجودهم كان في الملعب. كنا بنحلم وكنا بنطمع، ودايما احنا بنحلم وبنطمع ان احنا نبقى لينا وجود في جميع المحافل وقدام كل الفرق، ولكن الواقع بتاع بايرن ميونخ حقيقه فعلا فرقه من اكبر فرق العالم. حقيقه كنت بتكلم مع كابتن هاني قبل ما اخش، بقول له هم عملوا ايه مع دورتموند؟ قال لي كسبوهم 4-1. يعني فاهم قصدي؟ فرقه منظمه، عندها جميع الخطوط منتظمه، عندها حارس كبير جدا، عندها امكانيات رهيبه، مش من دلوقتي، ده من زمان يعني. ما كانش لقبوا بان هم احسن فرقه في العالم. ننسى الماضي، نتعلم منه، ان احنا يبقى لنا وجود ان شاء الله قدام بالميرس، بطل برضو من ابطال امريكا الجنوبيه، فرقه برازيليه خرجت فرق كبير جدا، كان عندها تجربه في كاس عالم الانديه، اتغلبت 1-0 بضرب الجزاء، وجود تاني النهارده قدام النادي الاهلي. فانا شايف ان النهارده هيبقى في مباراه حلوه، هنتفرج على مباراه جميله جدا، فيها بقى اوبن جيم، فيها تحفظ بس فيها توازن، توازن في الخطوط، فيها لعب كوره غير الماتش، فيها لعب كوره، لان الحافز المركز الثالث ميداليا، صحيح ميداليا برونزيه زي هذا الفضيه، مش زي هذا زي الذهبيه، انما اعتقد انها يعني تتساوى، غير ان الفلوس تبقى اكتر شويه في الفضيه. صحيح. اهلي خد خبره كبيره جدا، دخل البطوله بمكسب، وبعدين بايرن ميونخ، وكلنا كنا عارفين موقعة بايرن ميونخ هيحصل فيها ايه، وكنا بنتمنى شيء تاني. انما انا حاسس النهارده ان انا فرقتي داخله بماتشين كبار، لعبوا قدام فرقه كسبت برضو، طلعت الخامس الدحيل، الدحيل كسبت 3-1، يعني كانت فرقه كبيره جدا. مزبوط. وفيها محترفين كويسين، احنا تعاملنا معاهم بنفس الشكل، اعتقد ان هذا الشكل هيكون، هنرجع تاني مع مصر موسيماني لهذا الشكل تاني. أيوه. في مباراه اليوم. أيوه. مش عايز اقول لك ان بالميرس مش فرقه جامده، لا فرقه جامده وكل حاجه وسرعات وبتاع، انما عندهم برضو مش زي بايرن ميونخ، عندهم مثلا باك ليفت انت تقدر تحدد ناحيه الهويه، من ناحيه اليمين تقدر تخترق من هنا، تقدر تعمل عرضيات، تقدر يبقى لك وجود في منطقه ال 18، بيلعبوا جيم مفتوح، التحضير بتاعهم زينا بالظبط، يعني احنا دايما بنحضر من نص الملعب على الفوق لغايه ما بنخش جوه الجيم. الجيم شكله ايه بقى؟ صحيح. قفشه وطاهر محمد طاهر وولتر بوالي، لازم دول يبقوا محطات يا كابتن ايمن في المباراه النهارده، غير الشكل اللي انا شفته في بايرن ميونخ. لازم يبقى في تقارب من الخطوط من ال 4-3-2-1 اللي احنا بنلعبها دلوقتي. اكرم توفيق عنده سرعات عشان يامن لك ناحيه اليمين. عمرو السوليه لازم يبقى فيه مجهود اكتر وطمع اكتر جوه منطقه جزاء بالميراس. هنتكلم يعني في الامور الفنيه ان شاء الله. النهارده مطلوب من لعيبه النادي الاهلي صوره جديده، روح جديده، ودايما روح التيشيرت الاحمر اكيد بيبقى لها طابع خاص بنتمناها اليوم. صحيح باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، ميداليه المركز الثالث 2006 ميداليتي سرقتها انا عارف. ان شاء الله النهارده باذن الله النادي الاهلي قادر انه يجيب الميداليه الذهبيه ان شاء الله. والله وفاء الحسن يا ايمن، ان شاء الله ربنا يكرم النهارده ان شاء الله.
النادي الاهلي يرجع برونزيه يبقى انجاز بيتكرر مره ثانيه، حاجه برضه هتحسب للنادي الاهلي طبعا. وزي ما كان شيء بيتكلم على البطوله واهميتها، وتلعب فرقه كبيره ومدارس كلها مختلفه. وما اعتقدش النادي الاهلي حد يقدر يلوم على اللعيبه، ادوا قد الامكانيات اللي موجوده. ويمكن كل الناس اتكلمت كتير قوي على الماتش بتاع بايرن ميونخ، مش عايزين نتكلم فيه ثاني خلاص. المباراه انتهت اكيد، ولا حد في البعثه بيتكلم على بايرن ميونخ، الموضوع خلاص صفحه اتقفلت. انت عندك الوقت هدف ان شاء الله البرونزيه، وكابتن شريف كان بيتكلم في عجاله كده، اكيد هنتكلم على بتقابل مدرسه ثانيه خالص بقى، مدرسه برازيليه، بتقابل حاجه ثانيه مختلفه خالص، طريقه اللعب في الاخر، البدنيه في الالتحامات في القوه، هتلاقي حاجات متشابهه كتير قوي ايمن في طريقه لعبنا شويه. فالنهارده من وجهه نظر المباراه اسهل من بايرن ميونخ في 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 في, في الضغط نفسه، في الحمل نفسه، لكن هي بكل الاحوال مش سهله طبعا. لكن عندك الحظوظ 50-50، هو برضه عايز يفوز ببرونزيه، هو فريق كبير وعنده تاريخ طويل قوي. وانت ان شاء الله بتفكر في برونزيه عشان تكمل البطوله دي، تبقى عملت برضو انجاز يحسب لكل الجيل الموجود ده. ان شاء الله بيرجعوا ببرونزيه زي دي كمان بالظبط ان شاء الله رب العالمين. يا رب ان شاء الله. كابتن هاني، بعد ماتش البايرن اللي فات اعتقد ان الرهبه والخوف في اللعب مع الكبار يعني زالوا من اللعيبه، خصوصا ان انت بتلعب طبعا بتلعب مع فريق محترم النهارده وفريق صعب برضو، ولكن مش بقوه البايرن، وانت لعبت مع البايرن وقدرت في بعض الاوقات انك انت يعني تمسك نفسك وتقف على رجليك كويس. اللعيبه ادت المباراه بمجهود كويس جدا، يمكن احنا كان املنا في ان هم يعني يبقى احسن من كده. نفسنا بدايه الشوط الثاني تبقى بدايه المباراه بالزبط. يعني الرهبه راحت شويه بالزبط. ودايما لو اتكلمنا تكتيكيا وفنيا، كل الناس بتتكلم على المستوى الفني، طب موسيماني ما لعبش ده ليه، ده كل دوت في اطار انك بتناقش انك بتلاعب فريق كبير جدا، احسن فرقه في العالم مظبوط. وبالتالي موسيماني مظلوم بشكل كبير في عمليه الانتقاد الكبير جدا، لان الفروقات كانت باينه في الملعب. الفروقات على مستوى، ما بتكلمش على فروقات ما بين البايرن والاهلي، بنتكلم على فروقات ما بين الكره الاوروبيه والكره حتى الافريقيه والمصريه. مظبوط. فروقات بانت بشكل واضح وبشكل كبير. علشان نطور دوت وعلشان نعمل نقرب المسافات، اعتقد واجب خلاص اسم النادي الاهلي كبير، واجب على النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ان على الاقل كل سنه على الاقل ماتشين مع فرق اوروبيه بنقرب المستويات. الاحتكاك ده مهم جدا. فاكر احنا كنا زمان لما بنيجي نعمل فترات الاعداد ما بنبقاش يعني ما بنلعبش مع فرق بمستوى البايرن، ولكن كنا بنطلع بره، نطلع المانيا، نطلع رومانيا، صحيح. نطلع انجلترا ونعمل فترات الاعداد، وبنختمها دايما بمثلا ماتشين ثلاثه، الماتش نفسه بيبقى اقوى شويه صحيح. من الفرق اللي بنلعبها في الاول. مزبوط. ممكن ده يحصل مره ثانيه، النادي الاهلي يخش يحتك مع مدارس كرويه مختلفه كل سنه زي ما حضرتك قلت، ماتشين ثلاثه يلعب في دورات بره. اسم النادي الاهلي على مستوى الماركتنج، على مستوى وجوده على الساحه العالميه، يسمح له ان هو على الاقل يعمل مباراتين في السنه، او مباراه نخلي مباراتين في السنه مع فرق كبيره. اولا الاحتكاك الاوروبي دوت اعتقد مهم جدا مش للنادي الاهلي، للكره المصريه بشكل عام. المنتخب مصر كمان يا كابتن، يعني خلينا نتكلم على مستوى المنتخبات، ممكن هنروح ونيجي على مستوى الانديه، الفروقات واضحه بشكل كبير، وده راجع لمستوى الدوري، الدوري الالماني، ده راجع لمستوى الاحتكاك على مستوى الشامبيونز ليج. فكل دوت بان من خلال مباراه النادي الاهلي وبايرن ميونخ. ننسى الموضوع، احنا فخورين ودايما فخورين بلاعبتنا وادارتنا. احنا يعني قلت كفايه ان احنا بنناقش مواقف دفاعيه ومواقف هجوميه للنادي الاهلي مع احسن فريق في العالم. خلينا نتكلم على مباراه النهارده. مباراه النهارده مباراه مهمه جدا، اعتقد هتبقى مباراه صعبه، لان احنا كمان بقى احنا كنا بنتكلم مباراه البايرن ما عندناش ضغوط، لا الضغوط موجوده دلوقتي على لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. مطالبه بشكل كبير جدا ان شاء الله تكون على منصه التتويج تكرار انجاز 2006، برضو ده من طموح، وكل جماهير النادي الاهلي بتحلم بهذا الطموح. بعد الخساره من البايرن كل الناس بتتكلم على الميداليه، فده هيضع شويه ضغوط على اللعيبه، لكن على المستوى الفني اكيد بالميراس مش بقوه البايرن، هنلاقي مساحات نتحرك فيها. اتمنى الجزء السلبي اللي كان في مباراه البايرن ان هو النادي الاهلي ما عرفش يتعامل مع الضغط العالي. انت عارف النادي الاهلي دايما مباراته في الدوري حتى في البطولات الافريقيه ما كانش فرقه بتعمل الضغط العالي، حتى الوداد، حتى بنتكلم على مباراه الزمالك، الضغط العالي بدا عندنا مشكله انه الحل مش موجود، تحضير. فان شاء الله تحضير، وانك ازاي تطلع بالكوره وانت بتلعب فرقه بتضغط بشكل عالي. فالنهارده مباراه مختلفه، كابتن علاء اتكلم
على اختلاف المدارس، اختلاف المدارس انت عارف المهارة والسرعة في الكرة البرازيلية، بتتكلم كمان على مستوى الخبرات، خبرات الكبيرة جدا لعيبة البايرن مش موجودة في فرقة بالميرام، لكن فريق تقيل، فريق عنده طموح كبير جدا، فريق ادى مباراة طبعا النهائي امام سانتوس بشكل اكتر من رائع، كان طبعا مفاجأة انه يفوز، فالمفاجأة دي بتديله طموح كمان على المستوى التتويج، وطبعا نفسه يوصل للبرونزيه. فعايزين نقول المباراه صعبه، لكن اعتقد النادي الاهلي النهارده من خبرات ما خدها من مباراه البايرن على المستوى الفني وعلى المستوى البدني وعلى مستوى عدم الخوف وعدم الرهبه، وان انت تحط الريتم بتاعك مهما كنت بتلعب فريق كبير، فدي كلها ان شاء الله نشوفها من خلال ال 90 دقيقه النهارده باذن الله. ان شاء الله كابتن عادل، الماتش النهارده فرصه للجيل الحالي انه يعمل تاريخ لنفسه ان شاء الله بالحصول على الميداليه البرونزيه، ويقدر يعبر عن شخصيته وشخصيه نادي الاهلي في الملعب النهارده. اكيد يا كابتن ايمن، احنا عايزين نتكلم على مباراه النهارده، مباراه صعبه طبعًا للغايه طبعا، عشان بس الناس بعد مباراه البايرن فاكرين ان المباراه دي ممكن تكون مباراه سهله. لا، اول حاجه صعوبه المباراه دي ان الفرقه دي اتخطفت بلغه الكره من الفرقه المكسيكيه، اتخطفت يعني بمعنى ان هي افضل منها كتير قوي، وكانت مفاجاه من الاله الثقيل ان هي صح خرجت بره. وخلي بالك احنا تعودنا في كاس العالم انديه ان بيبقى الفاينل ما بين بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا، لانه ده الطبيعي. بس هو في نقطتين عاوز اتكلم فيهم النهارده. اول حاجه الكوره نفسها اللي انت هتلعبها مع الفرقه دي غير كره اوروبا خالص. ايوه، الكره البرازيليه بتعتمد على المهاره، انت قريب منها كتير كمصر يعني وكدول الخليج حتى، كلهم بيجيبوا مدربين اجانب برازيليين. لكن بدأ دلوقتي خلاص يرجع للمدرسة الأوروبية تاني، فبدأ اللمسة بتاعت الدوري البرازيلي بدأ يبقى فيه لمسة أوروبية شوية، بمعنى أنك أنت عندهم قوة وعندهم سرعة وعندهم مهارة، المهارة عندهم قبل كده ولكن هم زادوا دلوقتي بالسرعة والقوة، فمباراة صعبة جدا. هرجع بس حتى لمباراة البايرن، أنا مختلف كتير مع ناس كتير بيتكلموا على أنه البايرن فرقة عظيمة وكويس ان النادي الاهلي عمل معاهم كده والحاجات دي. انا مش من المدرسه دي، انا النادي الاهلي بالنسبه لي نادي كبير، ولما اجي اتكلم على ان مباراه الباير احنا خسرناها فهي مباراه خسرناها، ممكن يكون ادائنا ما كانش قوي جدا، انا دي من وجهه نظري ان ادائنا ما كانش قوي بغض النظر عن المنافس بايرن ميونخ وكل حاجه، لكن برضو احنا كان ممكن نجاهد اكتر من كده، لان احنا عندنا لعيبه كويسه، امكانياتنا كويسه، ممكن نعمل حاجه كويسه. ولكن الحاجه المهمه اللي انا بتكلم فيها في الوقت الحالي ان المدرسه المصريه اللي الاهلي بيلعب فيها، او الافريقيه اللي الاهلي بيلعب فيها، او البيئه والمناخ اللي بيلعب فيها، يمكن هنتكلم على الضغط سمات وصفات الكره الافريقيه والمصريه، انك انت بتلعب وانا بلعب، مفيش ضغط مفيش خنق زي اللي عمله البايرن. يبقى انت بتتكلم في طول الوقت بتشتغل ببروفا مع انديه قليله في الضغط والحاجات دي، وبعدين جيت لعبت مع البايرن، كان الدراسه كانت تبقى اعلى من كده، ولكن في الاخر انا لما اجي اتكلم على النادي الاهلي كونه انه كويس انه طلع كده، انا بحس ان انا بقلل من شانه، بالعكس النادي الاهلي عمل بطوله كويسه، كسب المباراه الاولانيه، لعب خصم قوي جدا، ولكن كان ممكن نعمل حاجه احسن من كده من وجهه نظري، مش في النتيجه ولكن في الاداء شويه، وده يديك انطباع انك بعد كده يبقى عندك اللاعبين اللي يقدروا يجابهوا اللعيبه العالميه. يعني انا كنت سعيد جدا بطاهر محمد طاهر، ده امكانيات لعيب كوره يلعب في اوروبا بالشكل، سرعاته حركته الحاجات دي، رغم ان في لعيبه كتير زي ايمن اشرف ومحمد هاني والناس كلها، محمد هاني لعب كويس برضه، لعب ماتش الفتح، وشخصية طاهر محمد طاهر، محمد هاني كمان ادى بشكل كويس الماتش ده. بص يا كابتن ايمن، اول ما طاهر محمد طاهر جه انا قلت عليه ده مشروع، يمكن اتكلمت في احد البرامج واتكلمت عليه ان ده مشروع مهاجم جيد لنادي كبير. ايوه، وبعدين ايه ده مشروع، بمعنى انك انت ممكن تصدره بره بعد كده، يعني يلعب عندك سنه واثنين وثلاثه ويطلع يلعب بره ويتسوق بره، هي كره القدم كده. فانا بالعكس يعني انا شايف ان البطوله احنا شرف كبير جدا ان احنا ناخد المركز الثالث النهارده، لانه لو خدنا المركز الثالث يبقى انت عملت انجاز كبير يعني. وبرضه عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل، مجرد تواجدك في هذه البطوله مكسب كبير جدا. ما احنا اللي لازم نتواجد. اقول لك حاجه كابتن ايمن، انت لو جيت
فصلت دماغك شويه عن كاس العالم للانديه، بص تلاقيك انت بعيد جدا عن الانديه اذا كنت في مصر او في افريقيا، دي حقيقه. طيب هنروح لزميلنا امير هشام ملعب مباراه ونعرف منه اخر الاخبار هناك والاجواء عنده في الملعب شكلها ايه. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك، تحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. انقل لي الاجواء عندك يا امير، ايه الاخبار؟ يعني خليني اقول لك ان الاجواء طبعا جيده جدا، ظهور النادي الاهلي ابتدى يتوافد على استاد المدينه التعليميه. اي نعم الجمهور في الحقيقه بيجي قبل المباراه بدقائق قليله جدا، كل حاجه منظمه وماشيه بالشكل الجيد جدا، لكن انا عايز اتكلم بالتحديد عن فريق النادي الاهلي وكيف استعد لهذه المباراه. التعديلات كانت مهمه جدا وكان في حماس كبير واصرار، وده مهم قوي عند اللاعبين ان هم يحاولوا باذن الله رغم صعوبه فريق فالميراس هم يحاولوا ان شاء الله يجيبوا الميداليه البرونزيه، وما اشتغلوا على الجزئيه دي وبالتحديد استراتيجيه الثماني خلال تدريبات الامس. والكل الحقيقه مستعد ان شاء الله ان هو يعمل مباراه كبيره تليق باسم النادي الاهلي وتاريخه، وباذن الله نتيجتها ان الاهلي هو صاحب المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه عشان يكرروا انجاز بطوله 2006 والاهلي فاز فيها بالبرونزيه. لكن بالتحديد عايز اتكلم واوضح جزئيه مهمه بخصوص علي معلول يا كابتن ايمن. وعلي امبارح كان عنده بعض التدريبات الخفيفه وبعض التدريبات التجهيزيه اللي كمحاولات من الجهاز الطبي، ونجح في الحقيقه في كل هذه التدريبات وكل الاختبارات الطبيه امبارح. والنهارده كانت حالته الصبح جيده جدا في مقر الاقامه، ما كانش فيه اي الام خالص. بناء عليه مستر بيتسو موسيماني كان قرر ان هو يدفع بيه للتشكيل الاساسي، وده طبعا لقيمه علي معلول كبيرة سواء الدفاعية أو الهجومية، وكلاعب مهم جدا وأساسي على مدار سنوات مع النادي الأهلي في تشكيل الفريق. لكن في وصول الفريق هنا لاستاد المدينة التعليمية اشتكى علي معلول من بعض الآلام اللي عودته في العضلة الخلفية، بالتالي قرر مستر بيتسو موسيماني الدفع بياسر إبراهيم على حساب علي معلول بحيث إن يكون أيمن أصلا. لحظة يا أمير هنا معلش بعد إذنك، بعد إذنك يا أمير لحظة واحدة. يعني هو علي معلول لما نزل إمبارح وتعمل له تجارب وعمل ما هو اقصى حاجه بتتعمل اللي هي السبرنتات، وعمل اقصى سرعه، والجهاز الطبي شاف الحاله بتاعته، الجهاز الطبي قال ان هو جاهز لماتش النهارده. خليني اوضح لك الجزئيه دي بالتفاصيل يا كابتن ايمن. اتعمل له بعض الاختبارات الطبيه اللي بدورها ما تجازفش باللاعب تجيله شد في العضله الخلفيه، اختبارات طبيه على حسب وجهه النظر للجهاز الطبي، مش شرط كان يبقى فيه سبرنتات ويضرب اقوى سبرنت عنده يعني، لكن كلها عباره عن بعض التجهيزات ليه وبعض التدريبات الخفيفه اللي هو نجح فيها بشكل طبيعي والامور ما كانش فيها مشكله، وهو كان مطمن نسبيا بشكل كبير. لكن كان في استقرار وكان في اتفاق ان حاله معلول يوم المباراه هي اللي هتحسم الموقف. النهارده الصبح فعلا كانت حاله معلول جيده، بناء عليه علي معلول كان متواجد في المحاضره الفنيه الخاصه بالمباراه مع مستر بيتسو موسيماني، وكان موجود في التشكيل الاساسي، وتم يعني وضع خطه المباراه على اساس ان علي معلول موجود في التشكيل الاساسي. يعني احنا عايزين نفهم المشاهدين ان علي ما اتمرنش امبارح تدريب كامل مع اللعيبه. لا 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 خالص، ما اتمرنش تدريب كامل خالص على الفريق، هو كان اتمرن في بعض الفقرات الصغيره جدا من مران الاهلي، وبعد كده كان بعض التدريبات المنفرده مع اخصائي التاهيل دكتور صالح عبد العزيز، ومن خلالها كانت تعتبر بعض التدريبات التجهيزيه بعد ما خد التصريح الطبي بانه يشارك في التدريبات ويتعمل له بعض الاختبارات الطبيه. طالما اللاعب يا كابتن ايمن ما اشتكاش، وحضرتك طبعا ادرى مني في الجزئيه دي، طالما اللاعب ما اشتكاش اذا الامور جيده بالنسبه له. امبارح على مدار الفقرات اللي هو كان بيعملها بشكل ثابت كان بيتم توجيه السؤال دايما ليه، يا علي في اي الم، في اي مشكله، مفيش حاجه، فكان بيكمل. كان رد اللاعب مفيش حاجه فكان بيكمل. هو اللاعب في الحقيقه كان حريص اشد الحرص ان هو يكون متواجد وعايز يبقى موجود في كل دقيقه في المونديال، لان ده حدث تاريخي بالنسبه لاي لاعب. فاللاعب كان بيحاول كمان يساعد الجهاز الطبي ان هو يلحق بهذه المباراه. بالفعل محاولات نجحت حتى صباح اليوم، وكان الكلام كله وزي ما بقول لك في المحاضره كابتن علي معلول موجود على انه طبعا لاعب اساسي، وزي ما تم الاعلان عن تشكيل رسمي للنادي الاهلي بتواجد علي معلول. لكن من حوالي يعني ثلث ساعه بالضبط وفور وصول الفريق للملعب اشتكى علي معلول، قال لا في بعض الالام الخفيفه، فطبعا اللاعب كان حريص على ان الفريق يعني ما يختارش تبديل بدري،
كان ممكن جازف ويلعب، فكان ممكن الاهلي يخسر التبديل بدري. فقرر او بلغ الجهاز الفني والجهاز الطبي انا حاسس ان في بعض الالام البسيطه، بناء عليه مستر تيسو موسيماني قرر الدفع بياسر ابراهيم. موضوع بسيط يعني ما فيهوش اي مشكله او اي حاجه. احنا هنعلق عليه يعني، مش هنسيبه كده بس هنعلق عليه. كمل يا امير. انا قصدي ان كان يعني كل واحد هنا موجود يا كابتن ايمن حريص على انه يمثل الاهلي بشكل الامثل، وحريص ان هو يكون متواجد في كل دقيقه في البطوله بشكل كامل. علي معلول لعيب كبير وقيمه كبيره جدا فنيه، انتوا اكيد طبعا يعني اتكلمتوا في الجزئيه دي او هتتكلموا فيها بشكل كبير، وعارفين تاريخه مع النادي الاهلي على مدار السنوات الماضيه، لكن لسوء حظه هو اللاعب يعني ايه حس بعض الالام، فبالتالي تم استبعاده من مباراه اليوم. ده فيما يتعلق بعلي معلول. بخلاف ذلك يا كابتن ايمن الكل يعني جاهز، والكل بيؤدي تدريباته على مدار الايام اللي فاتت بشكل جيد، الكل حريص كمان على ان الاهلي يرجع باذن الله القاهره بالميداليه البرونزيه. خليني اقول لك ان يعني كمان دقائق بالظبط، حوالي 7 او 8 دقائق من دلوقتي هينزل فريق النادي الاهلي لارضيه الملعب عشان يؤدي عمليات الاحماء ويستعد للاستعداد الاخير لمباراة النهاردة أمام بلدان. في تأكيد كبير جدا على قوة هذا الفريق، فريق كان جاي يلعب المباراة النهائية مع أيا كان مين الفريق اللي كان هيقابله في المباراة النهائية، هما كانوا جايين عاملين حساب إحنا هنلعب في المباراة النهائية لو نفسهم بيلعبوا على الثالث والرابع. صحيح. من هنا طبعا جاية صعوبة هذه المواجهة، المواجهة هتبقى صعبة جدا لأن هما أكيد عايزين يعني يردوا اعتبارهم ويثبتوا ان هم فريق كبير، لكن احنا عندنا رجالتنا رجاله النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا في الموعد وان شاء الله باذن الله يفرحوا. اخبار الجماهير المصريه عندك ايه يا امير؟ الجماهير زي ما قلت لحضرتك يا كابتن ايمن يعني بتبتدي تتوافد على الاستاد، يعني اكيد كلهم مبسوطين جدا بتواجد النادي الاهلي هنا في المونديال، فاي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي هتلاقي فيها جماهير موجوده، سواء جماهير مصريه بشكل عام او جمهور النادي الاهلي تحديدا اللي دايما بيكون حريص ان هو يكون ورا الفرقه لما بيكون في فرصه لتواجده في المدرجات. بصراحة كل الجماهير هنا الأهلاوية كانت ورا الفريق لحظة بلحظة، حتى لو هم مش عارفين يوصلوا للفرقة في مقر الإقامة بسبب الإجراءات الاحترازية وبسبب الفقاعة الطبية، لكن هم دايما برسائلهم اللي كانت بتوصل للعيبة من خلال كمان المباريات السابقة ومن خلال مباراة النهاردة أكيد ليهم دور كبير جدا مع النادي الأهلي. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز أمير هشام، وبالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. أنا بس عايز أعلق على موضوع علي معلول، وطبعا لعبتنا كبار ونجومنا عايزين يعلقهم كمان. اولا لما بنيجي في لاعب مصاب، انا كلاعب مصاب ببقى نفسي العب كويس، بس مش معنى ان انا اقول ان انا كويس ابقى انا كويس، مفيش كده يعني، هو مفيش كده في الكوره. بيبقى في اختبارات بتتعمل، في حمل، مش هنقول حمل الماتش، ولكن مثلا انت في الماتش لازم هتعمل سبرنتات، الوضع الطبيعي انك هتعمل سبرنتات، الوضع الطبيعي ان انت هتعمل حمل عالي في المباراه، الوضع الطبيعي ان في بعض كمان بعض الاختبارات اللي بيعملها الجهاز الطبي لعلي معلول، بيعرف عن طريقها اذا كان في فعلا شكوى لسه في الفخذ، في الام في الفخذ ولا لا. هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كبار على النقطه دي وتشكيل النادي الاهلي، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وزي ما عودناكم في قناه الاهلي نروح نشوف في فروع النادي الاهلي المختلفه اخبار الاجواء ايه مع زمايلنا الاعزاء مريم سميح من اهلي الجزيره، فاروق صلاح من اهلي مدينه نصر، وهنا ابو القاسم من اهلي الشيخ زايد. ونبدا بمريم. مساء الخير يا مريم. يبدو ان صوت في حاجه، عقبال ما ارجع لهم تاني ان شاء الله. كابتن شريف، طبعا اللعيب بيبقى عنده حماس ان هو يلعب، وغيره على الفانيلا وغيره على اسمه وغيره على نفسه، ونفسه يلعب برده ماتش ثالث ورابع، ولكن اكيد بيبقى في دور للجهاز الفني والجهاز الطبي برده.
هي بص هي حالات حصلت لنا قبل كده في زمان ودلوقتي وكل حاجه، واقرب حاله ليها وليد سليمان. طيب يعني مش عايزين الحكايه تتكرر تاني، بيبقى صاحب القرار هو اللعيب اللي حاسس ان هو ممكن يشارك او حاجه، بس بيبقى فيه برضه قرار للهيئه الفنيه في الاخر. انا ما اقدرش يعني على اي مستوى اللعيب جاله اول امبارح شد، مش هينفع النهارده يبقى طبعًا خاف. طبعا يعني طبعا. انا حصلت لي معاك فاكر وكابتن علاء وكنا بنلعب نهائي افريقيا في افريقيا وانا كنت كابتن فرقه ونازل العب اساسي، وكابتن ساسر الله يرحمه لا بس في حاجه عارف ان في تلج جاي الاوضه عندي. خليني اقول لك راح الدكتور رفيق مكاوي قال له شريف جاله تلج بيشتكي من حاجه الظاهر فجابني بصيت قال لي ايه الحكايه، قلت له لا انا بعمل على رجلي يمكن حاسس بتقل شويه في رجلي. لقيت نفسي احتياطي تاني يوم وما لعبتش خالص المباراه، والحمد لله كسبنا وعلاء جاب اخر ضربه جزاء وخدنا البطوله ورجعنا. فكان في قرار فني صح، ده ما ينفعش. وانت كنت معايا في تونس نفس في المرسى التونسي ماتش تونس لما حضرتك كنت تعبان وحبيت تلعب عشان بس انا كنت مش كنتش عايزك تلعب خالص انا اصلا كنت رافضك، وانت باين اللي جبت الجون كمان، كانت مصيبه يعني انا اتعورت وانت اللي جبت الجون، فكانت مشكله كبيره طبعا. لا مجدي عبد الغني جاب الجون بس انا اللي جبت البينالتي، انت اللي جبت مرسى التونسي. فالحاله دي حاله قراريه خدت بالك بتاعت لعيب نفسه، ما تضحيليش بقى زي وليد سليمان بدور عليه دلوقتي. بدور على لعيبتي وانا من 48 ساعه الاقي نفسي بعمل اختبارات عايز ارجع الملعب تاني. ده غير الضغط النفسي اللي احنا بنشوفه في الملعب. الضغط النفسي اللي انا بشوفه ساعه المباراه، الضغط النفسي حاجه في التمرين، الضغط النفسي اللي انا خارج بيه من بايرن ميونخ حاجه ثانيه. في دنيا ثانيه كل واحد عايز يبقى موجود، كل واحد عايز يبقى. انما في قرار فني اخير مصلحه الفرقه ان انا ما اخسرش لا لعيب اولا مهم زي ده. مزبوط. عندي في بطولات اخرى احنا شغالين عليها وداخلين عليها وما نقدرش نستغنى عنه. صح. تاني حاجه اللعيبه كلها موجوده ما شاء الله، يعني ايمن اشرف موجود يقدر يسد عندنا كافه الامور. مزبوط. خلينا بس يعني كنت عايز اقول كلمه بالنسبه لل ما اعرفش عايز تخد تكلم في النقطه دي تاني. لا ما هنتكلم بقى بس يعني. بقى هنتكلم مع كل واحد طبعا. هي عمليه يعني خلاص هي 1+1=2. اللعيب عنده شد من يومين ثلاثه طبعا. كل التقدير طبعا لعلي معلول لانه بروحه وقلبه عايز يشارك، لكن طبعا الاداره الفنيه والاداره الطبيه كمان هي اللي تاخد القرار. اكيد كان ليها دور. هي اللي بتاخد القرار خلاص علي بره، لان ما ينفعش حتى انت لو عندك طموح وعايز، لا في امور ما ينفعش اللعيب هو اللي يقرر فيها. صحيح. دي الامور الطبيه، وخاصه الجهاز الفني بيروح للجهاز الطبي وبياخد رايه. لا علي مش جاهز، وكل طبعا يعني احنا بنقدر حماس علي، لكن مش عايزين زي ما كابتن شريف قال. وعامه هاني حتى لو موضوع علي عايز يلعب، لو قلت لعلي يلعب هو مش هيقدر يلعب طبعا. علي هتلعب على شد انت فاهمني طبعا. اكيد هو عايز هو طبعا الطموح ان عايز يلعب، لكن الحاجات اللي زي دي يا كابتن ما فيهاش استحاله. هو حتى لو عارف لو هو عايز حتى لو لعب لو نزل الملعب مش هيقدر. لو لعب بلاي ستيشن مش هيقدر. يا كابتن في الحاله دي انت تتبسط من اللعيب وما تزعلش منه. عارف ليه؟ لانه كتير قوي اللعيبه ممكن يجي على مصلحه الفرقه، عنده غيره وحماس. انت ممكن تكون عندك حماس ولكن ما عندكش مصداقيه انك انت تبقى كنت مصاب بتلعب. سواء في نقطه مهمه دلوقتي، الموضوع اتغير في حته الكشف الطبي والحاجات دي. ما بقاش زي زمان ان احنا نعمل اختبار ومش نعمل اختبار. امال بقى يا كابتن بقى ايه يا كابتن؟ بقى صوره اشاعه. طيب. انت دلوقتي هو عنده في العضله الخلفيه، خرج من ماتش الباير في العضله الخلفيه، اتعمل له اشعه عرفوا مدى الشد بتاعه، الشد بياخد وقت قد ايه، هم سابوه اجلوه الى اخر وقت علشان يعمل كابتن الوضع الطبيعي للشد. الوضع الطبيعي للشد على الاقل من 10 ايام ل 15 يوم. ما هم ما شافوش. طيب هنروح بقى بنسبه الشد بس هنرجع للشد تاني بس هنروح لاهلي الجزيره وزميلتنا مريم سميع. مساء الخير يا مريم. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بيك وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وكمان برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. هنكون معاك طبعا يا كابتن ايمن عشان ننقل الاجواء. عايز اقول ان شعار واحد فقط مرفوع هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، هو على الحلوه والمره معاه، لان طبعا بغض النظر عن النتيجه الناس كلها جايه عشان تتفرج على ماتش ممتع. الاهلي يعني يلتقي مع الكبار، يمكن كل المنافسين واقفين بيتفرجوا علينا
يعني لم يصلوا للمشاركة، فهو ده كل الأجواء والأحاديث الموجودة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. مختلف الأعمار السنية موجودة لمشاهدة يعني الماتش مع بالميراس البرازيلي، كل الناس مرتدية يعني تيشيرت الأهلي، كل الناس معاها أعلام الأهلي في كل مكان. أروقة النادي الحقيقة كلها عبارة عن استوديوهات تحليلية من جميع الأعضاء الموجودين من مختلف الأعمار السنية، كبار السن والشباب وكمان الأطفال الموجودين هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. عايز أتكلم كمان عن الأجواء يعني والمجهودات المبذولة من قبل القائمين على مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن قبل وصولنا يعني قبل ساعات كان في زي كردون حول المقاعد أو الكراسي الموجودة أمام الشاشة الرئيسية بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن هذا الكردون لم يعني يتم فتحه إلا مع اقتراب الساعات ومع اقتراب المباراة، كل ده طبعا علشان يحافظوا على يعني التباعد الاجتماعي، يمكن بيحاولوا يحافظوا بأكبر قدر ممكن. كمان يعني أفراد الأمن موجودين في كل أروقة النادي علشان يسيطروا. يمكن النهاردة في زحام بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، كل الناس مستنية، كل الناس على العهد، مش فارق النتيجة يا كابتن أيمن، مش فارق، فارق المستوى زي ما ظهرنا قدام بايرن، زي ما برضو عايزين نظهر قدام بالميراس. مش هممنا ان احنا نلعب قدام الكبار. يمكن النادي الاهلي طبعا زي ما احنا بنقول دايما بمنحدر، هو دي كل الكلام اللي بيتقال هنا ما بين الاعضاء وفي مقر النادي الاهلي بالجزيره. كل الناس مع اقتراب الساعات ومع اقتراب المباراه يمكن بيتحمسوا اكتر، بيكونوا فخورين بناديهم طبعا علشان يحقق البرونزيه للمره الثانيه بعد عام 2006، يمكن المنافسه على المركزين الثالث والرابع. ولكن كل ده يعني النادي الأهلي أو أعضاء النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة رافعين شعار زي ما قلت في البداية على الحلوة والمرة معاه. يمكن دي كانت أبرز الأجواء هنا يا كابتن أيمن، بشكرك طبعا وبشكر ضيوفك الكرام. عودة للاستوديو مرة أخرى. شكرا جزيلا للزميلة العزيزة مريم سميح. ومن أهل الجزيرة نروح لأهل مدينة نصر وزميلنا العزيز فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميهوب، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن هاني رمزي. والشكر أيضا موصول للزملاء الأعزاء مريم سميح في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والزميلة العزيزة هنا أبو القاسم في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. من هنا من فرع النادي الأهلي مدينة نصر أقول لك كل الأجواء، الاستعدادات اللي يعني بتسير على قدم وساق هنا من الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي، واستعدادات النادي الأهلي طبعا لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مواجهة الأهلي بالميراس. منذ الساعات الاولى والاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي بتتابع عن كثب كل الاجراءات، اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، مخصصين اكثر من مكان لمتابعه هذا اللقاء. المكان الرئيسي اللي احنا موجودين فيه حاليا هو الحديقه الرئيسيه والشاشه العملاقه، ايضا المكان والشاشه المخصصه في منطقه الفوت كورت، ايضا في منطقه الالعاب الترفيهيه ومنطقه حمامات السباحه. خمس اماكن وفرها الاداره التنفيذيه في فرع النادي الاهلي مدينه نصر لمتابعه هذا اللقاء، يعني على الرغم من ارتفاع درجات الحراره، ولكن يعني توافد الاعضاء منذ الساعات الاولى، الجميع طبعا هنا حريص ان هو يكون موجود. انت عارف يا كابتن ايمن، كواليس مباريات الاهلي هنا في سواء في مقر الجزيره في فرع مدينه نصر في الشيخ زايد، الجميع بيكون حريص ان هو يكون متواجد، ان هو يؤازر ويساند النادي الاهلي. الامور اللي انا لمستها النهارده يا كابتن ايمن، يعني كان لي حديث مع اعضاء الاهلي القدامى، اعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر، الجميع اجمع ان دي واحده من اصعب منافسات النادي الاهلي في كاس العالم، انك بتواجه وواجهت فريق الدحيل لصاحب الارض، بتواجه بطل اوروبا بايرن ميونخ، وايضا النهارده بتواجه البطل امريكا الجنوبيه بالميراس. كانت واحده من اصعب المواجهات في تاريخ النادي الاهلي في ظل مشاركاته في كاس العالم. الجميع ايضا اجمع، يعني انت عارف يا كابتن ايمن، قيمه النادي الاهلي وقيمه الحزن اللي عند الاعضاء هي مش مقتصره فقط على الجماهير، لكن عايز اقول لك ان الاعضاء ايضا هنا عندهم حاله حزن طبعا من عدم الفوز على فريق بايرن ميونخ والصعود، ودي قيمه النادي الاهلي، ان انت دايما لما بتكون في بطوله هدفك دايما ان انت تاخد المركز الاول. لكن الجميع اجمع النهارده ان شاء الله ننسى خلاص صفحه مباراه بايرن ميونخ، بنركز في معادله انجاز عام 2006 وان احنا نحصل على الميداليه البرونزيه. الجميع بيثق في اللاعبين، بيثق ان شاء الله في الجهاز الفني، كل الجماهير ان شاء الله يعني ان شاء الله النهارده تفرح وتكون سعيده فوز النادي الاهلي ان شاء الله. ابارك لك ان شاء الله يا كابتن ايمن، وبارك طبعا لضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ان شاء الله عقب نهايه اللقاء. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. ومن اهل مدينه نصر الاهلي الشيخ زايد والزميله هنا ابو القاسم. مساء الخير يا هنا.
برحب بيك يا كابتن ايمن وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وبضيوف حضرتك الكرام. يعني من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد هنقل لكم الاجواء. الاعضاء بالفعل بداوا التواجد في النادي، يعني كعاده اعضاء النادي الاهلي بيحبوا يشاهدوا المباريات داخل النادي، بيكون في اجواء الحقيقه اكثر من رائعه. الحقيقه ان الاداره التنفيذيه والمدير العام للنادي طبعا اللواء محمود الفيشاوي عاملين مجهود كبير جدا، يعني موفرين 5 شاشات لعرض المباراه، كل ده طبعا توفير الراحه وخدمة أعضاء النادي الأهلي. ده على صعيد الاستعداد للمباراة. أما عن الأجواء، الحقيقة أن في أجواء أكثر من رائعة داخل النادي، يعني مليانة بالحماس والترقب. جميع الأعضاء منتظرين بداية المباراة اللي هتحدد صاحب المركز الثالث واللي هيحصل على الميدالية البرونزية بين طبعا بطل أفريقيا ونادي القرن النادي الأهلي وبطل أمريكا الجنوبية الفريق البرازيلي بالميراس. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا النهاردة. الحقيقة كنت بتكلم مع بعض الأعضاء قبل لايف مباشرة، جميع الأعضاء حاسين بالفخر، يعني كون تنافس النادي الأهلي على المركز الثالث أو الرابع عالميا ده في حد ذاته إنجاز كبير الحقيقة. يعني وكالمعتاد بقى النادي الأهلي بيشرف الكرة المصرية والكرة الإفريقية. كمان الأعضاء على قدر يعني عارفين كويس جدا إن المباراة أكيد هتكون صعبة ومشتهلة خالص، يعني إحنا بنلعب بطل أمريكا الجنوبية اللي كان مرشح بقوة على التأهل للنهائي، لكن من جانب آخر هم عندهم ثقة كبيرة جدا في لاعبين ورجال النادي الاهلي، ان شاء الله هيكونوا قد المسؤوليه وقد المهمه دي ويختموا بقى البطوله والاداء الكبير اللي عملوه طوال البطوله بالتتويج بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه، يعني ويقفوا على منصه التتويج لان منصه التتويج بتليق بكيان النادي الاهلي العظيم. دي كانت ابرز الاجواء داخل النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد. مع حضرتك يا كابتن لو عندك اي استفسارات العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء مريم سميح وفاروق صلاح وهنا أبو القاسم. كابتن شريف ندخل بقى على الأجواء الفنية، وقبل ما نروح للكابتن شريف جانا تشكيل بالميراس، هيبقى ويفرتون لحراسة المرمى، ناحية اليمين ماركوس روخا، ناحية الشمال ماتياس فينا، والاثنين اللي في القلب لوان جارسيا وجوستافو جوميز، وقدامهم واحد هو التشكيل جايني 4-1-4-1. في نص الملعب قدام الأربعة دول دانييلو دو سانتوس وقدامه 4، على الأطراف جابرييل مينينو وروني، روني ده لعيب كويس قوي خدوا بالكم منه، واثنين جنبهم رافائيل فييجا ورافائيل، وقدام لويز أدريانو، وأدريانو ده سبق اللعب ليه في كابتن علاء ضد النادي الأهلي لما كان بيلعب مع الانترناسيونالي في السيمي فاينال، احرز هدف الفوز هو واحرز ايوه الماتش خلص 2-1 وهو جاب هدف الفوز، وفي السنه دي الفريق بتاعه انترناسيونالي هو اللي فاز على في البطوله على برشلونه. كان وقتها ما عنده بالظبط 19 سنه. مظبوط يا كابتن علاء. طيب نخش بقى على تشكيل النادي الاهلي اللي احنا قلناه، وشايف ازاي النهارده هيتعامل مستر موسيماني مع الماتش وازاي يعالج اخطاء الماتش اللي فات. كابتن شيف سوري. بص كابتن ايمن، معالجة الأخطاء أو معالجة الوجود داخل الملعب من تشكيل النادي الأهلي، كل اللعيبة دي تعرف بعض كويس أوي وتعرف إمكانيات بعض كويس أوي. ماشي. لازم نتعامل يا كابتن على جميع الإمكانيات الموجودة في الملعب، يعني أنا بمعنى أنا لاعب زي حمدي فتحي وعمرو السولية ومجدي قفشة وطاهر محمد طاهر، لينا طبيعة لعب لازم نبقى حافظين أسلوب اللعب التعامل مع بعض، يعني ما ينفعش أنا محمد مجدي قفشة يبقى في كورة بلعبها له طويلة عشان اعمل عمق، انما اقدر اعمل مساحات وتحركات لكل واحد معاه الكوره. بمعنى برضه ان والتر بواليا ده لازم يعمل عمق هجومي ويبقى عنده مسانده من الطرفين، محمد هاني واكرم توفيق ومجدي قفشه بالتناول معاه بيخش وبيطلع اللي هو الشادو سترايكر اللي احنا دايما بنطالب ان هو يسدد على الجول يجيب جوال يعمل بلاي ميكر. طب خلينا في التشكيل، هو ده التشكيل الامثل من وجهه نظرك انه يبتدى المباراه؟ ده تشكيل فني لمستر، لا انا بسال على وجهه نظرك. وكان كلنا بندور على الراجل اللي اسمه ديانج، انا على طول بدور على ديانج وعلى طول بلاقي ديانج في الاخر متاخر. على وجهه نظره بقى ان في حاجه هو يعرفها احنا مفهومنا حاجه وهو مفهومه بالتشكيله دي بقرايته لفرقه بالميراس، بقرايته ل 4-1-4-1، بقرايته للنادي بتخش تعمل عمق هجومي من 2 من شادو سترايكر تحت ادريانو، يعني هو الراجل اللي حافظ وكامل. انما احنا طول ما احنا عايزين نقول فلان يلعب وفلان يلعب وفلان او كان هيلعب بعلي معلول وكان هيجرب لانه اقوى حته كمان بيبقى لبالميراس الناحيه اليمين، الناحيه اليمين قويه جدا. انت بتقول روني كويس قوي على الاطراف ولعيب كويس قوي، انما دايما
بيعملوا مساحات للباك رايت والهاف رايت اللي بيطلع من ناحيه عشان يعملوا عرضيات. طيب. وتلاقي الدخول من الاربعه اللي هم جايين من نص شادو سترايك. طيب. فهو اللي هو اللي داري بكل حاله, هو اللي داري باكرم توفيق ليه مكان ديانج, هو اللي داري ليه مش ديانج مكان حمدي فتحي او عمرو السوريه مثلا. هو اللي عنده مفاتيح اسلوب اللعب اللي هو عايز يتفرج عليه او يشوفه. انا بس عشان ما كل مره بنتكلم في اسلوب اللعب بتاعنا, احنا عايزين لعيبه تلعب على قد ما هم عارفين امكانيات بعض. أي. يعني محمد هاني لازم بقى النهارده يبقى فيه جرأه, لازم الاقيه طاير الناحيه الثانيه, لازم ابقى عايز اخش منطقه الجزاء الخصم عشان اكسب. نفس القصه لايمن اشرف, نفس الشكل الالتزام بتاع بدر بنون وياسر ابراهيم اللي هو مفيش هزار, لعيبه سريعه جدا, لعيبه عندها اختراقات, عندهم نفس المعطيات بتاعتك ان هم عايزين يكونوا موجودين في المركز الثالث. فلازم كل لاعب دلوقتي حافظ اللعيب الثاني يساعده يقرب له. انا النهارده شايف ان والتر بواليا ده لوحده هناك في لازم اثنين ثلاثه يبقوا تحتيه على طول, اللي هو المثلث بتاع مستر موسيماني اللي بيتكلم فيه دايما, كل ما اللعيب يبقى معاه لازم واحد يبقى يمينه وواحد شماله في جميع الاطراف في جميع وسط الملعب, غير بقى التيشيرت غير الروح غير الحاجات دي. انا مش هقدر بصراحه اتخيل شكل فرقتنا النهارده الا ما اشوف الشوط الاولاني كيفيه التعامل والخروج من بايرن ميونخ على بالميرس باذن الله. كابتن علاء, رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي الاهلي النهارده وبدايات مستر موسيماني؟ هو التشكيل طبعا مختلف خالص يا ايمن, والبدايه تبقى مختلفه غير بايرن ميونخ خالص. بقول لك بايرن ميونخ دي حاله كده لوحده خالص, زي ما قلت مدرسه ثانيه خالص. لكن هو واضح ان هو مقام نص الملعب بثلاثه, لو بالمناسبه بيلعب 4-1-4-1 يمكن هو شافه اخر مباراه اليوم كده, او هو عمل تشكيل على شكل اداء بالمراس. بس بس هو النهارده بيلعب بثلاثه في نص الملعب. انا بقول لك هو عمل ثلاثه في نص الملعب, غير طريقه اللعب. ايوه مغيره النهارده كده. بس هو السؤال اللي انا بساله, محمد مجدي هيلعب ناحيه اليمين ولا محمد مجدي هيلعب تحت بواليا ويبقى طاهر ناحيه الشمال ويبقى الجنب اليمين فيه هاني واكرم؟ هي كلنا متفقين وشفنا الموضوع ده عملي, ان محمد مجدي لما بيتطرف على طرف من الاطراف بيفقد نص لعبه. عشان كده محمد مجدي دايما بتشوفه دايما تحت راس الحربه, والراجل هو الفري في نص الملعب. أي. مسؤول عن اللعب بتاعك عامه يعني. فهو وجوده هنا ممكن يلعب في المكان اللي بقول لك عليه ده ايمن, لان اكيد مستر موسيماني عارف امكانيات كل اللعيبه. زي كده معنا صور حصريه من ملعب المباراه زي ما كابتن شريف كان بيتكلم, وعارف اكيد امكانيات لعيبته كويس قوي, هو ادرى واحد بيهم وهو ادرى واحد بالتشكيل ده, وشاف الانسب لفريق بالمراس. بالمراس 4-1-4-1 سهله جدا ايمن, تتقلب 4-2-3-1 في ثانيه. يعني مظبوط, لان هو خلي بالك في الماتشات القويه بيلعب 4-2-3-1 كويس. هو النهارده لعب 4-1-4-1 وسهل جدا, منينو ده بيروح رايح في نص الملعب بتبقى تقلب 4-2-3-1 العادي بتاعه. أي. لكن هو بيلعب الطريقتين بس عشان الناس واخده يعني فاهمه كويس. هم بالمراس بيجيد الطريقتين 4-1-4-1 وبتقلب 4-2-3-1 بمنتهى السهوله. انا هتكلم على فريق النادي الاهلي 4-3-2-1 كويس. هو مستر موسيماني مأمن نص ملعبه كويس قوي, واضح ان هو مأمن الاطراف كويس قوي زي ما كابتن شريف كان بيتكلم. محمد هاني, محمد هاني النهارده اكيد عنده دور هجوم كبير قوي عكس بايرن ميونخ خالص, وعشان كده حط اكرم جنب هاني. جنب اكرم جنب هاني تحس ان الجبهه دي متزنه جدا الاثنين. يعني اكرم سهل جدا تلاقيه مكان هاني. مظبوط. والاثنين المكان ده ما اعتقدش هيبقى فيه مشاكل خالص. نفس الكلام عند ايمن وحمدي فتحي, بس هو اللي هيبقى الشمال وعمرو في النص او العكس. يعني أي. الطريقه هتبقى مختلفه بين الاثنين, او التحرك هيبقى ما فيهوش تقايد بين حمدي وبين عمرو السلية, لكن هو التقايد كله هتلاقيه عند اكرم توفيق. ايمن اشرف بيجيد ناحيه الشمال, وايمن اشرف ما شاء الله عليه من اكثر الناس ثباتا مستوى في النادي الاهلي, اذا كان هو وكان علي وكان شناوي دايما. هو النهارده كل المطلوب يا ايمن, لازم النهارده تبان انيابك الهجوميه, لازم يبان ضغطك الهجومي. يعني محمد مجدي مع طاهر مع بواليا مع اكرم مع حمدي فتحي مع السوليه, لازم النهارده الاهلي مش هيستنى كويس. يعني كلنا اجمعنا مع بايرن ميونخ ان الاهلي هيستنى في النص ملعب, وده حصل. يمكن كان الحرص زياده شويه, لكن النهارده لا, النهارده انت هتلعب ضاغط على بالمراس لعبك العادي كويس. اللي هو بواليا تحتيه مجدي طاهر وتقفل الجناب كويس. طب بالنسبه للتحضير يا كابتن من ورا, طريقك العادي مش هتلعب كور طويله. ايمن اللي حصل مع بايرن ميونخ انساه, دي مش نسخه النادي الاهلي. هو اضطر يلعب كده ان زي ما اتفقنا بايرن ميونخ حاله خاصه. النهارده لا, النادي الارض هيحضر كويس قوي طريقه لعب. لا انا عايز اتكلم على حته البطء في التحضير, لان دي بتفقدك ميزه جامده جدا. البطء في التحضير بيجي من حاجه ايمن, ان مفيش حركه من غير كوره. ما انا ماسك الكوره ومثلا كابتن شريف وهاني وعادل ما بتحركش, انا اكيد عندي بطء. انما لو بمسك الكوره وهاني بيتحرك بلعب لهاني لا العادل, هي دي الاختيارات. ما هي المشكله يا ايمن اللي بيمسك الكوره المشكله مش عنده هو, المشكله هي مشتركه. بمسك الكوره يبقى لازم في تحركات من غير كوره. اللي بيرفع الفريق عن فريق ايمن
تحركات من غير الكوره. ايوه تقريبا كان المباراه بتاع بايرن تقريبا واحد من المذيعين كان بيذيعوا قال لك ان بايرن بيلعب اكتر من النادي الاهلي بلاعبين ثلاثه. أيوة. هي المشكله ان هم بيتحركوا أيوة. بسهوله جدا، دايما اللي بيمسك الكوره مش بيلاقي لاعب، بيلاقي اثنين. مظبوط. فهو ده انا مطلوب النهارده، العب لعبك العادي اللي انا متاكد منه النادي الاهلي النهارده هو اللي يبقى الفاعل النهارده. وده اللي هيفرق معاك، انت النهارده الفاعل، انت النهارده اللي هتبقى ليك الغلبه، انت اللي هتدير المباراه على طريقتك مش على طريقتهم. في هي دي مباراه بتدار كده يا ايمن، المباريات الكبيره أيوة كده. لازم تدار طريقتي انا مش طريقتك انت. أيوة. لكن كل مباراه دايما بيبقى ليها ظروفها. عشان أيوة. النهارده الان لا الاهلي النهارده بقى مختلف، المدرسه بتلعب قدامه مختلفه. القوه والتحامات واللياقه البدنيه لا هتلاقيها النهارده زيك زيهم. أيوة. الكره الحلوه والمهارات، عشان كده بقول لك النهارده فرقتين متشابهين في كل حاجه. حتى في الطموح متشابهين، لكن النهارده انت اللي ليك، انا من وجهه نظري ليك الاولويه النهارده، انت النهارده اللي هتدير المباراه، انت دايما هتبقى فاعل مستني رد الفعل. ضغطك الهجومي تعمل كويس قوي، التحضيري بتتكلم عليه وكانت نقطه ضعف عندنا، الحركه من غير كوره اهم حاجه طبعا. ودايما دور على مساحات انت تتحرك فيها كويس. كابتن هاني لما جينا لعبنا الباير لعبنا 4-2-3-1 برغم قوه الباير، طبعا التطبيق كان في الماتش مختلف. مختلف طبعا، مختلف تماما. النهارده بنلعب بالميراس وبنلعب 4-3-2-1، فالدوافع بتبقى موجوده يعني. الماتش 3 4 3 2 1 هي ايه 4 3 3 على الورق يعني. الدوافع موجوده عند اللعيبه وعند الجهاز الفني ان هو ياخد ان شاء الله يكسب النهارده وياخد المركز الثالث والميداليه البرونزيه، ولكن التشكيل ده يديك انطباع ان ده تشكيل دفاعي شويه. خلينا نتكلم، مش دايما 4-3-3 او 4-3-2-1 الناس بتاخدها ده بيزود نص الملعب فده اداء دفاعي. لا انا بنتكلم على الافراد. بنتكلم على الافراد. يعني بنتكلم على الافراد. انا من وجهه نظري الشخصيه كان لازم نلعب 4-2-3-1. انا في وجهه نظري الشخصيه ان ليه تغير طريقه اللعب؟ انت بتلعب حتى امام البايرن لعبت بنفس الاسلوب 4-2-3-1. في اعتقادي الشخصي النهارده كان 4-2-3-1 بوجود طرفين ملعب، يعني ممكن جدا يكون طاهر محمد طاهر قفشه ومحمد شريف ناحيه اليمين وتحت بوالي. يعني انت بتلعب بثلاثه عندهم الطابع الهجومي كويس جدا وعندهم كمان الارتداد الدفاعي كويس. صح. يعني دي وجهه نظر الشخصيه. انت عندك تلعب بقى ممكن تلعب بحمدي فتحي والسوليه او تنزل مثلا ديانج يبقى هو على حساب السوليه يبقى بيلعب ديانج وحمدي فتحي. مزبوط. يعني الاثنين التركاز دول كان مهم جدا يكونوا موجودين، لكن الاهم ان يكون عندك اطراف. صح. يعني محمد شريف أفشة وطاهر محمد طاهر تحت راس حرب. صح. التفسير وجود اكرم زي ما اتكلمنا ممكن اكرم يقوم، ممكن وارد جدا يقوم وهو معانا الكوره انه يطلع قدام محمد هاني. محمد هاني عنده مهام هجوميه، او لو محمد هاني هو اللي بيقوم بواجب الجناح يبقى اكرم توفيق هيميل تحتيه شويه. فهي ديت يا ترى هنعرف نعملها ولا لا؟ يعني اكرم هيعمل الدبل بوزيشن ان هو ثالث في وسط الملعب وبيكمل طرف يمين وبيغطي على هاني لو هو هاني متقدم. أيه. دي هتبان من خلال الملعب. ممكن يكون هو ملاعب اكرم قدام محمد هاني عشان هما الناحيه الشمال اللي عندهم ده مفتاح لعب كبيره جدا. وارد جدا طبعاً. وشافوا تغيير طريقه اللعب، لو انت بتلعب 4-1-4-1 لو هيبداوا بهذا الطريقه، انت بتلعب 4-3-3. لو بتلعب 4-3-3 يبقى الطبيعي انك بتثبت، يعني بنلعب ايه؟ حمدي فتحي المفروض حمدي فتحي وراس مثلث وعلى يمينه اكرم توفيق وعلى شماله عمرو السوليه. مظبوط. لو بيلعبوا 4-1-4-1 لازم المثلث ده يتقلب. بدل ما يكون راس مثلث هنقلب، يبقى في 2 ديفندر موجودين، يبقى الجزئيه ديت ممكن تسبب بس مشكله للنادي الاهلي. ليه مشكله للنادي الاهلي؟ لانه لو هاجموا يعني 4-1 هيكون عندهم كثافه عدديه وهتلاقي ناس كتير جوه ال 18. كويس. تمام. يعني عندك طرفين وعندك راس حربه وكمان 2 تحتيف، هتلاقي كثافه عدديه جوه ال 18. كويس. فلازم يكون عندنا ده مش هيكون ياسر ابراهيم وبدر بنون، لازم هيكون في ارتداد من الاثنين الديفندر لازم يساعدوا في الجزئيه ديت. فهي عمليه التحول بقى من الدفاع للهجوم دي كمان متوقفه على فعاليه النادي الاهلي. انا في رايي الشخصي زي ما قلت تاني 4-2-3-1 كان لازم يستمر بيها. اكرم توفيق يقدر يعمل الدبل بوزيشن دوت ان هو يكون وسط ملعب وبيساعد في ناحيه اليمين محمد هاني ويطلع طرف، ده هيبان من خلال الملعب. لكن على اساس يعني فرقه بالميراس كمان بتلعب بشكل هجومي كبير جدا. عندهم معانا صوره كابتن هاني على الشاشه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الكسندر زانوتا رئيس بالميراس
وبيتبادلوا الفانيلات. طبعا يعني هي مباراه يعني حاجه مباراة جميلة. جميله جدا، مباراه تاريخيه للفريقين بيلعبوا على ميداليه برونزيه في كاس العالم للانديه. لكن خلينا نتكلم على مستوى التكتيكي. اعتقد النهارده مباراه تكتيكيه بشكل كبير ما بين اثنين مدربين، طبعا موسيماني وكمان عندهم مدرب هايل، مدرب برتغالي ماشي معاهم بشكل اكتر من رائع. الجزئيه بتاعت نص الملعب هي اللي هتحسم اعتقد نتيجه المباراه. هل هيكون الكثافه العدديه لوسط الملعب النادي الاهلي هتقلل من النواحي الهجوميه؟ ده سؤال مطروح يعني. ده الشق الدفاعي. كابتن عادل، كابتن هاني اتكلم على الشق الدفاعي في ضوء التشكيل بتاع النادي الاهلي، لكن عايز اتكلم على الشق الهجومي. يعني من الواضح من التشكيل النادي الاهلي ان النواحي الهجوميه او القوى الهجوميه عندنا فيها قله شويه. يعني انت لو كلمت على الجزء اللي قدام قدامني هنلاقي والتر بواليا، تحتيه محمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر، ممكن يكمل من الاطراف محمد هاني او ايمن اشرف. لو في تواجد لو محمد هاني يتقدم زي ما قال الكابتن هاني، اكرم هيميل ناحيته شويه عشان روني اللي هو نقطه القوه اللي هو ناحيه الشمال دوت، هيبقى العدد يعني بالكثير اربع لعيبه. لازم عمرو السلوي يكمل معاه كمان لازم. طب خليني ابدا بس الاول، انت بتحط تشكيلك ليه؟ اي مدرب بيحط تشكيله ليه هدف؟ لا، دراسه الفريق الخصم. وانا عايز ايه؟ هو درس الفريق الخصم كويس، بمعنى يعني علشان اخد من كلام بس من كلام من هاني وبعدين ابدا بيه على المدرب البرتغالي اللي هو ابيل فيليرا اللي هو عنده 42 سنه مدرب شاب، لعب بيهم 28 مباراه مظبوط، كسب بيهم 15 مباراه وتعادل في سبعه وتغلب في ست مباريات. طريقه لعبه اللي غيرها النهارده ممكن تكون هي دي اللي ادت ان موسيماني يغير كمان، بمعنى هو موسيماني كان عارف ان الراجل هيغير طريقه مش كده. ما انا اقول لك، لا هما الاثنين ما كلموش بعض ولا قالوا لبعض ان انا هلعب كده وهلعب كده، لكن هي هو كده الكوره. انت لما تيجي تتفرج على الفرقه الخصم بتتفرج على 3 4 ماتشات ليها، ما بتتفرجش على ماتش واحد، وبتتفرج على اخر ماتش ليها وبتتوقعه هو بيعمل معاك ايه وايه مفاتيح لعبه. فانا بحط مفاتيح لعبه عشان كده، لكن هما مش هيقدروا يقولوا لبعض يعني طبعا. ولكن ده شغل المفترض داخل الحجر المغلقه ما حدش بيشوفها الا المدربين. فهو غير مين؟ فيريرا غير لاعب واحد بس عشان يغير طريقه اللعب، لانه هو طول عمره بيلعب بطريقه لعب ايه؟ هو بيلعب بطريقتين، الاربعه واحد اربعه واحد، الاربعه اتنين تلاته واحد. كويس. طول عمره بيلعب كده. كويس. هو النهارده غير لعيب رينيلسون ده، غيره بروني ليه؟ علشان روني بيلعب طرف، رينيلسون ده بيلعب في وسط الملعب وبيلعب جوه، ما عندوش السرعات الكافيه اللي زي روني ما عملها. علشان كده بقول لك النهارده الفرقه دي طول الوقت. حتى كمان عاوز اقول لك حاجه على المدرب ده، انت عارف ان المدرب ده اصلا كان شغال كشاف وليس مدرب في البدايه؟ ايوه. فين؟ في سبورتنج لشبونه. مورينيو اشتغل فيهم. مورينيو كشاف، هو اشتغل كشاف فتره كبيره قوي. مورينيو كان محلل. مسك فرقه الاولمبي اللي هي الفرقه اللي تحت الفريق الاول. تعال بقى نخش في التكتيك اللي هو بيحب يعمله دايما. ده البرازيليين معانا على الشاشه، ده مفتاح من ضمن مفاتيح اللعب عندهم يا كابتن. اللي هو بص يا كابتن، البرازيليين طول عمرهم بيعملوا ايه في الكوره؟ تحت الكوره بيشتغلوا الشغل الهربي اللي هو بيبدا واحد جنب يمين شمال قدامي ورايا، وبيعتمد على مهارته اللي بيعدي بيها ويشتغل. الفرقه بالمراس ما بتعملش كده خالص، دمج ما بين الكره الاوروبيه، وانا ده قلت لك من الاول، الكره الاوروبيه والكره البرازيليه هتلاقي لعب طولي كتير قوي. دي واحد، علشان كده ممكن يكون موسيماني خايف من الحته دي فعمل الثلاثه الديفندرات. انا لو رجعت الموسيماني تاني بعد ما اخلص بس حلو فرقه بيرمانيس، يعني اللي انا عايز اقوله انه كان يجب ان لما تيجي تقابل بطرف بتقابل بسرعات. بمعنى ايه؟ يعني احنا انا مشكلتي في الثلاثه الديفندرات ما عنديش مشكله فيها، بالعكس انا مشكلتي في الثلاثه المهاجمين. بالظبط. اللي عامل لي مشكله في الثلاثه المهاجمين مجدي قفشه، يبقى انت مش تلعب بثلاثه قدام، يبقى انا من وجهه نظري هتلعب 4-1-4. يبقى في نقص في الكثافه العدديه. هو بيلعب 4، هو هيلعب. ايوه. لا بص يا كابتن، لو لعب 4-1-4-1 هيدي كان علي معلول وبعدين اتشال وبعدين ايمن اشرف، هيدي ايمن اشرف حريه الانطلاق لقدام، هيدي محمد هاني حريه الانطلاق لقدام، علشان اكرم توفيق اسكان هو اللي هيبقى هو عامل السنه دي امبارح من على الشاشه هو كابتن عادل اللي هو اكرم توفيق
وحمدي وعمرو السوليه كابتن ايمن أيوة. هيلعب وحمدي فتحي هيلعب قدامهم. عندي عندي سؤال لكم كلنا يعني كلنا هو احنا لعبنا 4-4-2 هيجرى ايه عادل؟ اما هو ما جه لاعب فرقه بتلعبني بهذا الاسلوب يا عادل. أيوة. بسالك يعني ايوه ايوه انت راجل مدرب وعارف كلها. انا في تخيلي انا عايز العب 4-4-2 دي تناسب حتى ما زي ما قال يعني محمد شريف وتناسب طاهر وتناسب قفشه بالظبط. انت فاهم بالظبط ودي مشكله لو سمحت. انت هيجرى يعني انا كنت عايز اكمل الحته بتاعتي دي يا كابتن عشان مهمه فضل. جدا اللي هي لما انت كمدرب بتحط لعيبه في ماتشات كتير قوي انت دارس امكانياتهم. لو انتوا تفتكروا محمد مجدي قفشه لعب في مباراه الاهلي والزمالك طرف يمين وعملها وحش جدا لانه مجدي قفشه ما بيعرفش ما عندوش سرعات. هو مجدي قفشه بيعرف يباصي بيعرف يرمي لك ثرو بيعرف يشوط على الجون بيعرف يبقى تحت الجون. يبقى ده معناه ان موسيماني النهارده كابتن ايمن السؤال اللي انت بتقوله هيبقى فيه تواجد قليل في الحته الهجوميه. انا معاك عارف ليه؟ ان قفشه هيلعب تحت وبواليا مش هيلعب طرف يمين. لو لعب طرف يمين طب طاهر محمد طاهر بقى هو ده اللي هيبقى الرابع بتاع نص الملعب يا كابتن. مش هيكمل عند بواليا؟ هيكمل يا كابتن بس هو الرابع بتاع نص الملعب. يبقى انت اكرم توفيق هو اللي ممكن يمين ناحيه اليمين شويه لو حمدي فتحي ومجدي قفشه يخش. لكن اللي انت عايز اللي محيرك كابتن ايمن ومحيرني حته الرصه بتاعت الثلاث لعيبه الديفندرات انا معاك فيها. طيب يتبعها ايه الرصه؟ واضحه ما هي الرصه يعني مثلث هيبقى حمدي فتحي على يمينه اكرم توفيق على شماله عمرو السولي. ما هي انا عارف لا هو قصده ان هو مهتم بالجانب الدفاعي اكتر. يعني دي هتخدم ايه في الجانب الهجومي يا كابتن هاني؟ بالظبط انت لو هو هزود 4-4-4-1-4-1 الاثنين دول هيرتدوا. طب يعني قول لي مجدي قفشه هيبقى فين؟ لا ما هو مجدي قفشه دلوقتي على الورق لازم يكون متطرف على اليمين وعلى الشمال. ما ينفعش يلعب تحت بواليا لان هيكون هيزيد عليك حد في نص. لو اتطرف يمين او شمال يبقى احنا كده خسرنا لاعب بيعرف يباصي لاعب يعرف. واحنا ادينا مثال يا كابتن هاني بماتش الاهلي والزمالك ادينا مثال انه مجدي قفشه خطورته وقوته بتبقى تحت المهاجم وهو مواجه, مزبوط. يشوط زي القضيه كده ما عندوش نقطه دفاعيه. لكن انا اقول لك حاجه لكن لما ترفه يا كابتن شريف على الجنب اليمين هخسره. انا مش هترفه مش هيترف انا مش عايز اترفه انا عايز 4-3 زي ما هو عامل كده قدامهم مجدي قفشه طرفين ووتر بواليا ومحمد طاهر. ايه ايه انت بتلعب كده 4-3-1 انت عارف انا بلعب 4-3-1-2 انا بص انا الشكل اللي شفته ليفربول لما بيلعب 4-3-3 الشكل عادي اللي انا شفته اللي فات الثلاثه فراوده بيبقوا عاملين ازاي لقيت في فرقه بتوصل عندي لغايه نص الملعب بسهوله وانا كمان بعمل زون ديفنس فبديهم الحريه ان هم يجوا لي ويبتدوا ينقلوا كوره وانا المجهود عندي ازاي اقطع بس العمق الهجومي ده مش موجود عندي انما انا بيبقى عندي اتنين اقول لك كابتن بيسدوا الثغرات اللي جايه يا كابتن هاني بس لو لو النقطه حضرتك بتتكلم عليها عايز تلعب براسين حربه يبقى تلعب 3-4-3 بمعنى انك تلعب 3 ورا ايمن اشرف بلون وياسر دول 3 ورا على الاطراف هيبقى عندك طاهر محمد طاهر ناحيه الشمال محمد هاني ناحيه اليمين وعندك عمرو السوليه وحمدي فتحي ده الاربعه قدامهم قفشه تحت اتنين بواليا ومحمد شريف ده يبقى الاطراف عندك اللي شغاله طاهر محمد طاهر ومحمد هاني ادي طرفين وعندك قفشه تحت راسين حربه واحد من الاثنين عمرو السوليه وحمدي يزيد في شكل الدفاع لا يا جماعه ده فيها مغامره ماشي زي ما استنى واحده يا جماعه بالعكس انتوا ما الحاجات دي مش هتحصل على فكره لا طبعا مش هتحصل طيب ما نخلينا في الخلاف اللي بيحصل النهارده انا مش عايز اشوف المنظر اللي حصل قبل كده لا لا بنتكلم في الواقع دلوقتي استنى واحده يا كابتن شريف انسى المنظر بتاع بايرن ميونخ خالص مش قصدي على بايرن ميونخ انا عدم وجود عمق هجومي ليا في مباراه اي مباراه بلعبها هو ده اللي خلى الشكل عندي هزلي الامكانيات اللي هو قصد الكابتن علاء ايه ان احنا نتكلم عن الواقع يعني دلوقتي احنا الواقع بتاعنا بيقول ايه مش رد فعل للمباراه خش عادي اتفضل اما خلينا نكمل كلام اتفضل والله سايبينك تكمل كلام ده انا بقى احنا بندردش معاك دلوقتي انا اقول لكم حاجه احنا انتوا السؤال اللي اتسالنا على التشكيل اللي عمله موسيماني دلوقتي مش اللي احنا بنحلم بيه ومش اللي احنا بنعمله طب ما انت رحت متكلم في بالميرس يعني انا عايز خلينا ما هو انا دلوقتي يعني انا دلوقتي محمد مجدي قفشه لما هيتطرف ناحيه يمين هتبقى عندك مشكله كبيره جدا لان يعني من افضل الحاجات اللي عندهم اللي هو ماتيس ده اللي بيلعب ناحيه الشمال عنده سرعات كويسه قوي وروني عنده سرعات قويه ومهاري جدا رونيا ومهاري جدا فانا مشكلتي في ايه انا مشكلتي في الوقت الحالي
انه هدافع كويس زي ما الكابتن ايمن قال لي. كابتن ايمن قال لي طيب هل هيبقى في قله هجوميه؟ ايوه يا كابتن هيبقى في قله هجوميه. انا معاك تماما. ليه؟ لان ما عندكش سرعات على الجول. السرعه اللي هتبقى في بواليا في الحته الاماميه وطاهر محمد ظاهر ناحيه الشمال. ناحيه اليمين هتبقى عامله ازاي؟ هي دي بقى المشكله بتاعت الكبيره دفاعيا وهجوميا. عشان كده بقول لك انه كان يجب يبقى في تغييره في الملعب شويه. ما كانش يعني لو انت مجدي قفشه مش هتلعبه في مكانه فما بلاش يلعب في اماكن تانية عشان ما يقلش. وخلي بالك ممكن يطير هاني محمد هاني قدام اكرم توفيق. ممكن يكون بادئ بكده لان حضرتك عارف طبعا يا كابتن شريف ان الكره اللي هي بتاعت امريكا الجنوبيه دايما اول ما بينزلوا الماتش فاكر النادي الاهلي لما بينزل اول ربع ساعه بيبقى شكله ايه؟ بص هما بيبتدوا فعلا كده. انا اتفرجت عليهم لقيت الكره البرازيليه دلوقتي زي ما قال عادل يا بيرقص واحد عادي يا بيلعب باص في رجله بيستلم للي جاي كده يحضره له صح. بيعملوا المثلث اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو مطلوب مني انا كمان. ممكن يكون هو قافل عليهم عشان كده. ايمن انا ليا طموح. هي التشكيله معانا على انا ليا طموح في الملعب كويس ولازم اوفر للعيبتي المثلثات اللي هي زي ما كل واحد بيستلم كرة. انت علاء بيقول لك لازم كل اللعيبه تتحرك كويس. كل لعيبه لازم تتحرك. نوعيه اللعيب كمان اللي هيتحرك صح. هل بيخدم في مكانه صح ولا لا؟ هل محمد طاهر ده بيلعب ناحيه اليمين احسن؟ طب انا نبص على التشكيله كابتن الشريف. الصوره ديت اللي بيتكلم عليها طاهر محمد طاهر ممكن هياخد حريه حركه. خلي بالك مش هيبقى طرف كده. الصوره الثانيه اللي ارجع المفروض اكرم يعني اكرم لو قفشه يخش لجوه قفشه يعني يخش لجوه قفشه يخش لجوه لا خلينا قفشه لجوه يعني واكرم او هاني يتقدم يعني واكرم يتقدم يبقى هاني تحتيه. مظبوط. لو هاني اكرم يتقدم يبقى هاني خلاص كمان تحتيه شويه يبقى بالزبط. ما عندناش مشكله يبقى الحته طاهر محمد طاهر هيشتغل مع قفشه ممكن في الوقت ده كمان يبقى هاني مجدي مش طرف. لا بس في نقطه مهمه لازم عمرو السوليه لازم او خلي بالك ايمن اشرف كمان لازم يطير قدام يعني لازم يطير قدام في الحته ديت عشان يكون عندك طرف أيه. بتشتغل عليه. وخلي بالك كابتن انا عايز اقول لك حاجه بس قدام شويه قدام شويه قدام نقطه ضعفهم الباك رايت نقطه ضعفهم الظهير الايمن. فانت بتتكلم دلوقتي على كثافه عدديه مقبوله ان ايمن اشرف طاير واكرم توفيق طاير وعندك طاهر وعندك قفشه وعمرو السوليه. عمرو السوليه كمان اللي بيلعبوا ناحيه رخا يعني عمرو السوليه ناحيه الكوره لو ناحيه اشرف يبقى عمرو السوليه كمان تحتيهم لو الناحيه الثانيه يبقى يبقى احنا ثبتنا الصوره عمرو كمان يزيد شويه عمرو يزيد كمان شويه يبقى انت بتلعب تقريبا 6 4 يا ريت الشكل 6 4 عندك 6 في الحاله قصدك في الحاله الهجوميه الحاله الهجوميه بتلعب ب 6 ويطلع ببنون وياسر طبعا يضم. الناس اللي ورا دول هيطلعوا يعني طبعًا. انت بتتكلم ان حمدي فتحي ثابت مع ياسر ومع بنون ادي 3 محمد هاني هيكون ثابت في الحته ديت لو اكرم توفيق موجود يبقى لازم هاني يثبت في الحته ديت لان ما ينفعش محمد هاني واكرم واشرف وايمن اشرف يكونوا متقدمين يبقى كلهم متقدمين يبقى انت مامن 6 ل 4 بتهاجم ب 6 وبتدافع ب 4. كابتن علاء معنى كده او معنى كلام الكابتن هاني في التحليل دوت ان النادي الاهلي ممكن يبدا ضاغط على الفريق دوت بالشكل ده؟ هو هيبدا ضاغط اكيد هيبدا ضاغط هيبدا ضاغط زي ما بقول لك انا في الاول ان النادي الاهلي مش هيبقى رد الفعل هيبقى الفاعل دايما هيلعب النادي الاهلي النهارده دايما هيلعب بطريقته المعتاده اللي بيلعب بيها على طول كل مبارياته اذا كانت في الدوري هنا المصري او بيلعب في افريقيا ان هو دايما ضاغط على الفريق المنافس ودايما مش عايز مساحات قريبه جدا دايما هو عايز يبقى قريب للجول النهارده ومش عايز يبعد يعني دايما بنتكلم عن بايرن ميونخ ما كناش عايزين نروح للجول انك مساحات بعيده قوي وانت نازل تحت قوي غصب عنك ايوه دي اللي كان بيتكلم فيها كابتن شريف ان هو كان بيقول ان ليه ما عنديش عمق هجومي عشان انت المساحات كبيره قوي بين الـ بين الـ بين, الـ بين الخطوط انما هنا انت هتبقى ضاغط الفريق في نص ملعبه هو اساسا بقى انت اقرب للجول القطعه يبقى زي ما كان هاني بيتكلم كده هتلاقي ناس كتير جدا بتكمل الجول لكن مش تستنى تقطع من نص ملعبك لحد ما توصل نص الملعب الثاني هتاخد وقت كتير جدا انت عايز تقطع في اقرب نقطه ليهم هم كويس. يبقى ضغطك الهجومي زي ما بنتكلم كده ضاغط هجوميا انت اللي مستني انت فاهم انت طيب لعبوا بثلاثه النهارده في نص الملعب علشان مثلا هو كان فاقد نص الملعب الماتش اللي فات لا ما هو ما اسال الماتش اللي فات ايمن مع احترامي ليك انا او بالاسئله سؤالك اصل لا استنى المباراه السابقه حاجه ثانيه خالص ايمن حلوه قوي تحضيرها واللعيبه اللي لعبت وطريقه تفكيره وطريقه لعبك المختلفه كويس انت اجبرت فكره ايه في انه يلعب بثلاثه فكره عايز يسيطر على نص الملعب كويس قوي عايز يدي فرصه محمد هاني يكمل عايز يدي فرصه لايمن يكمل عايز يقفل ناحيه اليمين دي كويس باكرم وهاني دفاعيا وهجوميا لان محمد مجدي مش هيروح على الطرف انا مصمم على كلامي محمد مجدي مش هيروح على طرف اليمين خالص ورا محمد مجدي هيبقى ورا بواليا ورا طاهر يبقى هو برده لعيب فري لكن هو بيامن الجنب اليمين يا ايمن كان هاني بيتكلم دلوقتي باكرم ومحمد هاني اثنين في كل جنب يا ايمن كافي جدا
وعندك اثنين في نص الملعب غالبا مش هيبقى عندهم مهام هجوميه كتيره، حمدي فتحي والسولية، وهيخلي محمد مجدي برضه هو اللعيب الفري في نص الملعب، هو بس لما بيجي حته تامين زياده دفاعيا في نص الملعب ثلاثه بيقفل كويس قوي، لكن هجوميا محمد مجدي مش هيلعب طرف من الاطراف خالص. محمد مجدي يلعب في الحته اللي في قلب دي، ممكن طاهر كمان في الكره العكسيه تلاقي راس حربه تاني مع ابوالي اللي كان بيتكلم فيها كابتن شريف وكلم فيها هاني دلوقتي، حته ان دايما انت عندك انت الزياده الهجوميه عندك مش كتيره صح. لكن بالمنظر ده لو هاني اللي راح اكرم هيكمل، طاهر هتلاقي راس حربه تاني مع ابوالي، تحتهم مجدي، حمدي فتحي وعمرو السلاعي عندهم مهمه صعبه جدا النهارده ان هو لازم ياخد الفرقه كلها لقدام وفوق الناس دي كلها بدري بنون وياسر. بص يا ايمن عشان تكسب مرازه النهارده لازم ان شاء الله طبعا طول لعبك تبقى انت بالظبط في نص ملعبهم هم، لازم تنفذ الكلام اللي بيقول عليه ده بالحرف بالظبط، لازم تبقى في نص يعني ملعبهم هم. خلي بالك كابتن بالزبط. انا قصدي ايه في حته التواجد الهجومي، اولا انت لازم تخلق فرص، ده طبيعي يعني. هم عندهم جول عالي جدا اللي اسمه ويفرتون ده كويس، فانت لما بيكون عندك قله عدديه في ال... في ال... في الهجوم اكيد انت يعني وصولك للجول هيبقى صعب جدا. انا هقول لك كونك توصل للجول يبقى عندك كثافه عدديه مش بكتر المهاجمين انت حاططهم. اه طبعا طبعا انت فاهمني، انت عشان تعمل كل ده لازم انت معاك الكوره دايما. هو مستر موسيماني فلسفته النهارده ثلاثة في نص الملعب، عايز هو دايما اللي معاك كوره، هو عايز دايما في نص الملعب استحواذ يبقى عنده هو هي. انت بتستحوذ انت اللي بتقرر هتعمل ايه. ما ايمن بص ايمن هنتكلم كده، طب وانت مش مستحوذ هتعرف تعمل حاجه من ده؟ لا طبعا ولا حاجه. انا بس نفسي في حاجه، اول ما استحوذ الاقي حد ابني عليه بقى، ما هي دي يا شيخ سرعات بقى ابني عليها زي ما انت قلت محمد طاهر وبواليا دول يبقوا محططين. بص يا كابتن شريف للعيبه اللي هي جايبه الكوره دي، كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده عليه اساس، اساس الحاجه تبقى انت مستحوذ على الكوره. طول ما انت مستحوذ على الكوره كل الكلام اللي احنا بنقوله كلنا كده هتلاقيه سهل جدا، هتلاقي الطرف اليمين شغال كويس قوي اكرم وهاني، هتلاقي الطرف الشمال هتلاقي ايمن، هتلاقي طاهر، لكن انت مستحوذ حتى لو اتقطعت منك الفلسفه بقى تتقطع تجيبها في وقتها مكانها كويس عشان دايما انت معاك الكوره كويس. 4 1 4 1 اللي هي جايه لنا على الورق، هل هيبتدي بالميراس بالطريق دوت او بالاسلوب دوت، ولا هم شافوا طبعا ماتش البايرن وممكن يضغط علينا من قدام؟ انا في اعتقادي شاف اكيد شاف ماتش البايرن وممكن وارد جدا ان يبدا عليك الضغط الامامي، وعشان كده قلت يا ريت نكون اتعلمنا كمان ازاي نطلع بالكوره لما يكون في فرقه بتعمل ضغط عالي الضغط العالي. بس ما اعتقدش حتى لو ضغط ضغط عالي هيكون طول المباراه زي البايرن. البايرن طبعا ال 90 دقيقة بيضغط عالي طبعا. ممكن جدا يبدا معاك المباراة لانه شاف مباراة البايرن ان الضغط العالي ممكن يعني يطلعك بره بره الريتم اللي انت بتلعب بيه، فوارد جدا ان يضغط عليك. في الحالة دي كلمنا كابتن في الحالة دي مهمة جدا ان ايه، ويمكن اتكلمنا فيها في مباراة البايرن، ان مش لازم الشناوي يسلم حد في نص الملعب او يحاول يسلم حد على الجناب، يحاول مثلا يسلم الشحات مرة، لا ده انا اقول بدر بنون وياسر وخط الدفاع كله يطلع لغايه نص الملعب. ايوه يعني يطلع الناس لنص الملعب ونبدا نلعب الكره الطويله، ويبقى النقطه اللي اتكلم عليها كابتن علاء مهمه جدا، تبدا تاخد الكره الثانيه في اقرب نقطه للجون بتاعهم. ايوه انت بتاخد الكره الثانيه، وده مهم جدا انك تاخد الكره الثانيه في الثلث الهجومي او على الاقل في نص الملعب. فما ما عندكش مجهود كبير قوي عشان تروح على الجول. بحيل هجم عليا في اول 7-8 دقائق، بعد كده ملاش نفسه. صحيح. زي تحركنا وكان في محطات انا بقدر ابني عليها. صحيح. كابتن عادل السيناريو سريعا كده، السيناريو الشوط الاول من وجهه نظرك يمشي ازاي؟ يعني كنت اتمنى ان احنا ممكن يكون مستر موسيماني بيلعبها كالعاده بتاعته 4-2-3-1، ولكن حاطط اسمه اكرم، ممكن يكون حاطه طرف يمين مكان حسين الشحات وبيلعب بنفس طريقته. ايوه ودي يمكن قريبه جدا عشان مجدي قفشه يبقى على عدلته، واتمنى ان هي دي تكون كده. لكن بالطريقه لو لعبناها بال 4-3-3 يبقى في صعوبه جدا، لان الفرقه قويه جدا من ناحيه الشمال وعندهم سرعات غريبه الشكل، يعني يمكن الناس اللي ما تعرفوش ان هم اقوياء جدا جدا جدا، هم اتخطفوا في المباراه بتاعه المكسيك ودي حقيقه، يعني فرقه قويه جدا عندها سرعات كويسه. علشان كده اتمنى ان احنا نقابلهم بطريقتنا العاديه المعتاده، ما نديهمش الكره واستحواذ كتير قوي في وسط الملعب بتاعنا بالذات، لانهم عندهم الهجمه الاماميه فيها شراسه، عندهم الكره الثانيه قويه جدا، عندهم الكور الثابته بيعملوها كويسه فعلا. بيعملوا ضبابير اللي هي بلغه الكوره الكروس اللي هو الكورنر او كده، بيرجع مرتين لورا وممكن يتغير وبيجي الرجل العكسي. دي واحد اتنين اللي بيجوا على العرض القريبه كتير قوي بيتجمعوا زي البايرن ما عملها، كانوا بيجوا برضو على العرض القريبه، لكن دول بيجوا على العرض القريبه واتنين منهم بيلف ورا الناحيه الثانيه. عاده بيجوا
من الطرف ويدخلوا، مش من زي الأندية بتاعت الكرة العربية اللي هو يروح يحطها ككروس عادي، لا ده بينزل لتحت وبيروح وبيعمل الكروس مظبوط جدا. الحته بتاعت النادي الاهلي النهارده لازم يبقى فيه جهد لاخر وقت باذن الله رب العالمين، قوه لاخر وقت، لان فرقه صعبه وصعبه صعبه جدا. انا بقول يعني انا اعرفهم كويس، اتفرجت عليهم كتير جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.